يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. النهاردة نبدأ حلقتنا مع حضراتكم بالحدث الأبرز. إيه هو الحدث الأبرز؟ هو مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية اللي هتعقد في سان بيترسبرغ بمشاركة 49 دولة. بكل تأكيد يعني فاكرين القمة دي تم تدشينها سنة 2019 وقت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت رئاسة المصرية الروسية المشتركة. طيب القمة دي أهميتها إيه، أو القمة دي بتعكس إيه؟ القمة دي بتعكس حاجتين. أول حاجة إنه أفريقيا الآن أصبحت قوة وأصبح لها ثقل على المستوى الاقتصادي والتجاري وأيضا السياسي، ومن هنا الحقيقة جت أهمية هذه القمة في توسيع التعاون بين أفريقيا وروسيا، أيضا تعميق العلاقات المتميزة والقوية جدا والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، أيضا تعزيز التشاور فيما يتعلق بالتحديات المشتركة. ده من جانب. من جانب آخر هي العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واللي بتعتبر الحقيقة علاقات تاريخية لو احنا بنتكلم على العلاقات المصرية الروسية تحديدا. هذه العلاقات اكتسبت طابع استراتيجي مهم جدا وكبير في السنين الأخيرة. جانب آخر كمان فكرة توسيع دائرة علاقات مصر، توسيع دائرة توافقاتنا، دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. عشان كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد على حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائي لمستوى تستحق هذه العلاقات بين البلدين. وبالمناسبة احنا بنتكلم عن عمق هذه العلاقات وتاريخ هذه العلاقات، عمرها 80 سنة من التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. عشان كده الجميع بيعلق أمال كبيرة جدا على الخروج بنتائج مهمة في البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية اللي هتعقد النهاردة. عيون العالم كله متجهة لهذه القمة، خاصة في هذا التوقيت، توقيت دقيق جدا جدا جدا، ويعني احنا داخلين تقريبا سنة ونص في الأزمة الروسية الأوكرانية، ومؤخرا الأزمة المستجدة وفكرة انسحاب روسيا حتى من اتفاقية الحبوب، وحوار وسجال دائر حول نيتها انها تعود مرة اخرى بشروط او انها لا تعود. وطبعا بالنسبة احنا نتكلم على قصة الحبوب دي يعني بالنسبة للعالم قصة يعني خلينا نقول مقلقة بشكل كبير جدا جدا جدا. فكرة وجود مصر النهاردة في هذه القمة بوجود 49 دولة زي ما قلنا لحضراتكم، أعتقد العالم كله مترقب مخرجات هذه القمة، مترقب نتائج هذه القمة، لأنه زي ما احنا شايفين المناوشات حتى السياسية اللي بتحصل طول الوقت بعد أزمة روسيا وأوكرانيا. هنكون طبعا في متابعة مع حضراتكم لمخرجات هذه القمة أول بأول. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة عليكم، صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا لميا حمدين عشان تعرفنا على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. لميا صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ من القاهرة جولتنا المرورية وبالتحديد من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى مناطق وسط البلد. كمان هناخد طريق شارع الجيش وهنلاحظ ان هناك في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد. شوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثافات وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر، وهناك في بعض الكثافات المرورية المتقطعة واللي ممتدة لحد الشوارع المؤدية لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي برضو كثافات مرورية وواصلة وممتدة لحد مسجد نور في العباسية. هناخد طريق كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة وفي اتجاهه لمناطق وسط البلد. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي، نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر. أما نفق الأزهر فبيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات إنما بسيطة يعني للي جاي من صلاح سالم ورايح لميدان الأوبرا والعكس. لو رحنا حلوان هنبدأ جولتنا المرورية هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، وهناك برضو في كثافات إنما نسبية ومكملة وواصلة لحد طريق القاهرة الوسطى. لو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي الكثافات بدأت تقل تدريجيا لكن هترجع تاني بمجرد وصلنا لطريق حلوان الكريمات.
نستكمل جولتنا انما في شوارع الجيزه، ونبدا في ميدان مصطفى محمود اللي فيه سيوله مروريه، وفي شارع جامعه الدول العربيه وشارع السودان. لو رحنا بالقرب من محطه مترو جامعه القاهره بدءا من نزله كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي هناك كثافات مروريه نسبيه. في كمان كثافات ثانيه ظهرت اعلى كوبري الجامعه، ولو رحنا كمان لمحور صفت بيشهد كثافات مروريه بتزيد قبل اشاره جامعه القاهره وشارع الهرم، ظهرت طبعا عليه كثافات مروريه وده نتيجه التحويلات. نروح للإسماعيلية دلوقتي وهنلاقي طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر لحد دلوقتي على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. هنروح دلوقتي لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في برضو بعض الكثافات النسبية وكثافات نسبية تانية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة والطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وهو ده اللي هيزود الإحساس بدرجة الحرارة الأعلى، والطقس هيكون فيه كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 40 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 45 درجة، إنما أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 33 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. كعادتنا هنبدأ مع حضراتكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومنها تأكيد وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لمدينة سان بيترسبرغ للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية، ولقاء سيادته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في المقدمة. أيضا امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى جولة بمدينة العلمين الجديدة، وقال أنه مدينة العلمين هتكون مركز لريادة المال والأعمال على المستوى العالمي والإقليمي ومقصد للسياحة العالمية والمحلية. تفاصيل وأخبار تانية في سياق هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة سان بطرسبرغ للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية. القمة تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، وعقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة لتعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائيه على كافه الاصعده، وده في اطار الروابط الوثيقه اللي بتجمع بين مصر وروسيا. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومه في مدينه العلمين الجديده لمتابعه مستجدات مشروع انتاج حامض الفوسفوريك بهضبه ابو طرطور بمحافظه الوادي الجديد، واكد رئيس الوزراء ان هذا المشروع ليه اسهامات كبيره في تحقيق التنميه المستدامه للمحافظه وتلبيه احتياجات السوق المحليه من هذا المنتج وتقليل فاتوره استيراده وتوفير الالاف من فرص العمل. امبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجوله بمدينه العلمين الجديده لتفقد المشروعات اللي بتتم فيها، واشار مدبولي الى ان مدينه العلمين الجديده تعد احدى مدن الجيل الرابع اللي بتنفذها الدوله، وتستهدف تطبيق معايير استدامه الطاقه وتدوير المخلفات لتصبح مدينه خضراء، كما انه بيتم العمل على ان تكون مركز لرياده المال والاعمال على المستوى العالمي والاقليمي ومقصد للسياحه العالميه والمحليه. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لوجود أخطاء في طباعة فئة العشرين، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن العلامات المستخدمة في العملة الجديدة هي علامات تعريفية بارزة بيتم وضعها لتمييز قيمة الفئة لضعاف البصر وغير المبصرين عن طريق اللمس حتى يتمكنوا من تمييزها سواء كانوا على دراية بلغة برايل أم لا، وده وفقاً لأحدث المعايير اللي بيتم تطبيقها في طباعة البنك نوت في جميع دول العالم.
امبارح قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ التأمين في 26 يوليو 1956 وحتى يومنا هذا عبور قرابة 1,071,000 سفينة بإجمالي حمولات صافية تصل ل 31,599,000,000 طن، لتعكس الأهمية الاستراتيجية اللي بتتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية. وطوال ما يزيد عن 67 عام تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تجاوزت 143,864,000,000 دولار، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية. وبالنسبة لأخبار المحافظات، امبارح في محافظة الإسكندرية بدأت احتفالات المحافظة بعيدها القومي من خلال انطلاق موكب الزهور من منطقة حدائق المنتزه بطول الكورنيش ولحد منطقة راس التين. وفي كفر الشيخ تم تنظيم المهرجان الرياضي للمصيفين في مدينة بلطيم، أما في الشرقية فتم الإعلان عن ملتقى توظيفي لتوفير 2500 فرصة عمل للشباب. تفاصيل وأخبار أخرى من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية بدأت احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وانطلق موكب الزهور من منطقة حدائق المنتزه بطول الكورنيش لحد منطقة رأس التين. تضمنت الاحتفالية عروض فنية واستعراضية وموسيقى عسكرية. في كفر الشيخ نظمت مديرية الشباب والرياضة المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصيفين بمدينة بلطيم لتنشيط السياحة الداخلية. تضمنت الفعاليات مباريات كرة قدم وسباقات لاختراق الضاحية بمشاركة 100 شاب، وتم توزيع الجوائز على الفائزين. في بورسعيد أعلنت المحافظة توزيع 3000 بطاقة بدل منطقة حرة كارت ميزة لأصحاب المعاشات، ومن المقرر أن يستمر توزيع البطاقات حتى السبت القادم 29 يوليو اعتباراً من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، وبيتم توزيع البطاقات من مقر ديوان عام محافظة بورسعيد. في القليوبية جاري التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في القطاع الزراعي لزراعة المساحات المتواجدة داخل مشروع 30 مليون بيضة بالخنكة بمحاصيل مثمرة، وتصل المساحات الموجودة بالمشروع ل 20 فدان، ده بالإضافة لرفع كفاءة مصنع العلف للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية. في الوادي الجديد أكدت المحافظة بدء التشغيل الفعلي لوحدة طب الأسرة بكل من قرية اللواء صبيح وعبد المجيد الجغيل، وده بمركز الفرافرة من إجمالي 8 وحدات تم إنشائها ضمن مشروعات المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة بعد انتهاء أعمال الإنشاءات ووصول المعدات والتجهيزات الطبية. فأسيوط أعلنت المحافظة عن الإنجاز السنوي للمستهدف والمحقق من خطة محو الأمية وتعليم الكبار لعام 2022-2023، حيث بلغ نسبة الناجحين بها حوالي 32,099 ناجح تم محو أميتهم، لتنخفض نسبة الأمية بالمحافظة ل 32%. في بني سويف شهدت المحافظة تنفيذ برنامج الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية لدى صغار الفلاحين اللي بتستهدف إجراء مسح شامل وتقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية وعلاج جميع الحيوانات، وتم الكشف وتقديم العلاج والخدمات البيطرية لأكثر من 5200 رأس من الثروة الحيوانية. في الشرقية أكدت مديرية التربية والتعليم أنه بالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة من المقرر أن يقام ملتقى توظيفي موسع لتشغيل أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة لخريج التعليم الفني وغيرهم من الباحثين عن عمل، وده بمشاركة كبرى الشركات الصناعية اللي بيتوفر لديها أكثر من 2500 فرصة عمل. فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لحد الساعة 10 صباحاً، فقرات متنوعة هنتكلم فيها في مواضيع مختلفة، لكن دلوقتي خلينا نروح لفاصل سريع نرجع لحضراتكم على طول. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحر رطب على السواحل الشمالية الغربية، وبالليل الجو هيكون مائل للرطوبة رطب على كافة الأنحاء. كمان في ارتفاع في نسبة الرطوبة على مدار اليوم، وده اللي هيزود الإحساس بدرجة الحرارة المرتفعة. الطقس كمان هيكون فيه شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.
صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة رامية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس. يعني ضروري نعرف أنه ارتفاع في درجات الحرارة والموجة اللي احنا بنتعرض لها ده طبيعي أنه يحصل في كل سنة في فصل الصيف يعني؟ هو طبعا مش الطبيعي أن احنا نستمر بارتفاع درجات حرارة لمدة أسبوعين متواصلين أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وارتفاع في نسب رطوبه مده كبيره. يعني احنا دايما متعودين في السنين اللي فاتت ان اي موجه ارتفاع درجات الحراره بتيجي لمده 3-4 ايام وتنكسر وتعود درجات الحراره معدلات، ومن مره اخرى نتعرض لموجه ارتفاع درجات الحراره. لكن احنا من الاسبوع الماضي وعلى مدار هذا الاسبوع متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى 38، وتوصل احيانا ل 40 درجه مئويه، اعلى من المعدل بحوالي من 3-4 درجات. ارتفاع مستمر في نسب الرطوبه، وده بيخلينا نحس كمان ان في مزيد من الارتفاع في درجات الحراره. يعني هي موجه غير اعتياديه اثرت على جمهوريه مصر العربيه، يمكن كمان بتاثر على كل دول العالم. احنا هنا في جمهوريه مصر العربيه بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي دايما مع كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط، يحصل لها تعديل في قيم درجات حرارتها، لكن تحمل بكميات كبيره من بخار الميه، يعني بيؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبه، بالاضافه كمان امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا اللي عرف بالقبه الحراريه. المرتفع الجوي ده بيحبس الرطوبه كلها في طبقه قريبه من سطح الارض، وطبعا بيساعد على زياده فترات سطوع اشعه الشمس. فانا عندي ارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحراره، وكمان ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبه. ده مرتبط بالتغيرات المناخيه اللي احنا بنتكلم عنها بقالنا فتره؟ هو طبعا التغيرات المناخيه بتاثر علينا وبتاثر على كل دول العالم. يعني احنا زي ما قلنا في الاول ان احنا مش الطبيعي ان احنا نتاثر بموجه شديده الحراره لمده يعني اسبوعين، وده يعد تطرف مناخي وامر غير اعتيادي. فبالتالي طبعا تاثير للتغيرات المناخيه اللي كل دول العالم بيتاثر بيها. احنا بنشوف قيم درجات حراره في بعض الدول الاوروبيه زي ايطاليا بتوصل ل 45 درجه مئويه، بعض المناطق زي الولايات المتحده الامريكيه درجات حراره بتوصل ل 50 درجه مئويه، حتى كمان المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب درجات حراره اعلى من المعدلات بحوالي 10 درجات. يعني في بعض المناطق في تونس والجزائر بتسجل 50 درجه مئويه. فهي كل دول العالم بيتاثر، واحنا كلنا غلاف جو واحد، فبالتالي احنا كمان بنتاثر. لكن احنا الحمد لله يمكن ربنا حمينا بوجود البحر المتوسط. البحر المتوسط لما الكتل الهوائيه بتمر عليه بيحصل لها تعديل في قيم درجات حرارته. طيب الموجه اللي احنا بنتعرض لها بقى اليومين دول او بقى لنا اسبوعين عايشين بيها هتنكسر امتى؟ هو متوقع ان شاء الله مع بدايه الاسبوع المقبل، يعني يوم السبت اللي جاي، يحصل انخفاض طفيف في درجات الحراره بحوالي من 2-4 درجات في معظم انحاء الجمهوريه، لكن هيستمر معانا ارتفاع نسب الرطوبه. احنا دايما عارفين ان في شهر 7 وشهر 8 هم الشهور اللي هم بيعدوا ذروه فصل الصيف، كمان بيكون فيهم ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، لكن قيم درجات الحراره تبدا تاني تعد المعدلات الطبيعيه. فاحنا مع يوم السبت اللي جاي هنحس ان الموجه دي اقل حده، الموجه دي انكسرت، بقينا نحس باجواء الصيفيه المعتاده اللي احنا متعودين عليها. طيب لحد كل السنه لحد يوم السبت اللي جاي درجات الحراره هترتفع تعدي 40 درجه مثلا؟ هو اليوم طبعا متوقع ان العظمى على القاهره الكبرى في الظل 40 درجه مئويه، لكن مش هتعدي 40 ان شاء الله. 40 درجه مئويه في الظل المحسوسه نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو توصل ل 43-44 درجه مئويه باختلاف نسب الرطوبه. بالاضافه كمان لو انا موجود تحت اشعه الشمس بشكل مباشر او موجود في الشارع بصفه عامه ممكن احس بقيم درجات حراره اعلى. مع يوم الجمعه تكون العظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه، ايضا احساسنا بالطقس هيكون شديد الحراره. مع يوم السبت بقى تبدا تاني نحس بالاجواء المختلفه باذن الله. فاحنا لازم ناخد بالنا وناخد احتياطاتنا على الاقل 48 ساعه القادمه. مع يوم السبت زي ما قلنا هيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيكون في نشاط نسبي للرياح، انخفاض في قيم درجات الحراره، فعده عوامل هتخلينا نحس ان الاجواء مختلفه، ودي الاجواء الصيفيه اللي احنا معتادين عليها من السبت وعلى مدار الاسبوع. وزي ما قلنا متوسط درجات الحراره المقاسه في الظل على القاهره الكبرى هتكون ما بين 36-35 درجه مئويه، لكن هو اليوم اللي يعتبر فيه درجات الحراره مرتفعه بالشكل الكبير. يمكن احنا سجلنا يعني على مدار الايام الماضيه وتحديدا يوم الاثنين الماضي 40 درجه مئويه ايضا على القاهره الكبرى. فزي ما احنا قلنا هو النهارده وبكره الارتفاع والاجواء شديده الحراره الرطبه فتره النهار المائله للحراره الرطبه فترات الليل في معظم انحاء الجمهوريه،
في شبوره مائيه كمان مكمله معانا فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخره على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه منها. طيب انا مش هينفع اختم مع حضرتك قبل ما تقولي لي بعض التعليمات اللي نقولها للناس اللي بيشتغلوا او بيمشوا في درجه حراره مرتفعه وبيتعرضوا للشمس. هو طبعا يعني احنا مهم جدا واهم حاجه ان احنا نتجنب اشعه الشمس المباشره فتره الظهيره من 12 الظهر لحد الساعه 4 العصر. الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، كميه الاشعاع الشمس اللي توصل الارض بتبقى كبيره بشكل كبير او شدتها كبيره بشكل كبير، فمهم جدا بقدر الامكان في الوقت ده نتجنب اشعه الشمس. لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع عشان اشغالي يبقى لازم ما اقفش تحت اشعه الشمس لفترات طويله، يعني اغير درجه حراره جسمي من فتره للتانيه، وكمان لازم يكون معايا غطاء للراس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم. نبتدي طبعا الملابس القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون، ولو اقدر اكون موجود في اماكن جيده للتهويه ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه وما تاثرش كتير بارتفاع درجات الحراره. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا مشاهدينا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 40 والصغرى 27، العاصمة الإدارية 40-26، اسكندرية 35-25، العالمين الجديدة 35-26، مطروح 33-25، ودمياط 36-26، بورسعيد 36-27، الإسماعيلية 41-26، والسويس العظمى فيها 40 والصغرى 26، العريش 37-25، كاترين 37-19، طابا 39-26، وحلايب 38-31، شلاتين 41-30، شرم الشيخ 40-29، الغردقه 42 الصغرى 30، والفيوم العظمى فيها 40 والصغرى 26، بني سويف 41-26، والوادي الجديد 45-24، اسيوط 42-26، سوهاج 43-27، قنا 44-30، والاقصر 45-28، واخيرا اسوان العظمى فيها 44 والصغرى 29. دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه نروح لجمانه نكمل معاها باقي فقراتنا. بشكرك يا رامي، شكرا جزيلا طبعا، والشكر موصول لدكتوره منار غانم، وهنرجع لك مره اخرى على مدار الحلقه. شكرا لك. شكرا مشاهدينا، خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم نتابع اهم الاحداث والاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بمشاركة 49 دولة إفريقية. القمة بتستهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد. النهاردة هيعقد الأزهر الشريف الساعة 12 الظهر مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة السنوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، وبيعتمدها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل فني الساعة 7:30، بيتضمن مقتطفات فنية من فصول مركز تنمية المواهب، الجيتار والغناء العربي والعود والفلوت والإيقاع والبيانو. النهارده هتنطلق البطولة العربية للأندية بالمباراة الافتتاحية بين السد القطري والوداد المغربي، واختارت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية اللي بتستضيفها السعودية طاقم حكام مصري بقيادة الدولي محمود البنا لإدارة المباراة، بينما تم اختيار الدولي محمود عاشور قيادة كابينة الفار. دلوقتي نروح معاكم للأكاديمية الوطنية للتدريب، واللي اختتمت المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات، واللي استمر على مدار 3 أيام متتالية بحضور عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية. النهاردة بنختتم ال3 أيام للمقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، والحقيقة أنا بشكر وجود الإعلام معنا في ال3 أيام دول لتغطية حدث مهم من أحداث الأكاديمية في أحدث مدارسها، مدرسة المرأة للقيادة. والحقيقة ال3 أيام كانوا ناجحين بمشاركة السادة والسيدات
المختبرين او القائمين في على الرؤساء والرئيسات اللجان المقابلات الشخصيه، والحقيقه هم اضافوا برضو للتجربه سواء للمتقدمات يعني اجتازوا او لم يصادفهم الحظ المره دي، ونتمنى لهم ان شاء الله حظ اوفر في برنامج تاني او في تقديم على الدفعه الجايه من نفس البرنامج. اقدر اقول من اللي شفته من اسلوب التقييم واسلوب الانتقاء والمرشحات انه برنامج بدايته موفقه جدا، وان شاء الله يعني يسفر عن اختيار افضل العناصر وتاهيلها بشكل جيد جدا، بحيث ان يبقى عندنا قياديات ونساء قادره على التحمل وتولي المناصب القياديه في مصر سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، وده حاجه مهمه جدا بنؤكد عليها ان القطاع الخاص شريك كبير، وبالتالي حتى في المرشحات وفي الاختيار فكره تاهيل القيادات للقطاع الخاص والقطاع الحكومي على قدم المساواه، ونضمن الحياد التنافسي وندي اكبر دعم للقطاع الخاص برضو. دايما الاكاديميه الوطنيه بتعمل برامج الحقيقه متقدمه جدا وفخر للبلد، هما بس مش مهتمين بالمراه داخل مصر لكن كمان بالمصريات بالخارج. لسه هما مخلصين برنامج مصريات بالخارج عشان الوصول برضو للمراه المصريه اللي بتطلع تتعلم خارج البلد، وان هي ترجع مصر عشان تفيد بلدنا. شكرا الاكاديميه الوطنيه على المجهود الرائع ده، وإن شاء الله برنامج المرأة تقود للتنفيذيات يبقى على مستوى عالي زي ما احنا متعودين من الأكاديمية الوطنية، وربنا مع كل المتقدمات إن شاء الله، ربنا يوفقهم. كان شرف ليا أن أنا أكون موجود النهاردة في الأكاديمية وعضو مجلس أمناء الأكاديمية، افتخر يعني كان عندي فرح شديد وفخر بكل المتقدمات اللي أنا قابلتهم النهاردة، بيبين إزاي إن الست المصرية فعلا عندها روح القيادة. كان شيء جميل أكتر كمان إن أنا عندي سيدات موجودين من تخصصات مختلفة ومن محافظات مختلفة ومن أعمار مختلفة، إن دل على شيء يدل على ثراء هذه الدولة، وإن شاء الله نشوف دايماً الأكاديمية في تقدم. كانت عملية التقييم بصفة عامة هي عملية نمطية علشان نضمن عملية الحيادية ونمطية التقييم بالنسبة لكافة المتقدمات تباعا، وكانت عملية التقييم بتشمل سواء السمات الشخصية، السمات المرتبطة بالمهنة والعمل التي بتعمل بها المتقدمات، القدرة على ابتكار الحلول وما غيرها من قدرات في غاية الأهمية لمشاركة مختلف السيدات الفضليات في هذا البرنامج التدريبي. يعني بنتمنى التوفيق للمركز في هذا البرنامج الطيب، وأعتقد دي هتبقى بادرة طيبة وقد تكون أيضا بادرة لتعاون مشترك مكمل للخريجات من هذا البرنامج ليحصلوا على برامج تدريبية يمكن مركزة ومكثفة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في المستقبل بعد ما يكونوا تخرجوا من هذا البرنامج. والله الخطوات كانت خطوات إيجابية جدا، المقابلة النهاردة كانت كويسة جدا، متعاونين يعني بيشجعونا. يعني أنا قدمت على البرنامج لأن أنا من أول ما الأكاديمية بدأت وبدأت البرنامج بتاع البرنامج الرئاسي كنا بنسمع عنه وكلنا حابين نشارك فيه، فلما يتعمل برنامج للمرأة مخصوص أكيد ده هيساعدنا بشكل أفضل في القيادة وفي المناصب الإدارية اللي إحنا فيها. يعني طبيعة البرنامج يعني يؤهل المرأة للقيادة، ف نتيجة ان انا شفت زمايلي اوريدي خريجين PLP وEAPLP برنامج اهلهم كتير واثقل مهاراتهم بشكل كبير جدا وغير فيهم هما شخصيا، بقى يعني بقى ده الطيب بتاع حياتهم كله بيطبق البرنامج عليه. فاعتقد ان البرنامج مش بس بيأهلك للقيادة، لا هو بيأهلك انت كشخصيا لحياتك كلها في decision making عامة. يعني كون ان برنامج التنفيذيات مخصص للمراه فقط فدي بالنسبه لنا يمكن نصره، يمكن الزوم بتاعه المنافسه هتبقى اقل شويه. حابه برضو ان انا اكون من الناس المؤثرين في المكان. فكره ان انت تفضل دلوقتي مستقبل للحاجات من حولك دون التاثير دي مش فكره مرجحه بالنسبه لي.
دايما لما بتتغير من مكان لمكان بتبقى نظرتك للكون او للحياه من حولك بتختلف. يعني حاجات اللي انا كنت شايفاها سلبيات قبل كده لما بتبقى في منصب اداري او منصب اعلى او حتى بتشوف ده من بدون المناصب يعني على سبيل التجربه, نظرتك ليها بتتغير, فكرتك ليها بتتغير, لا اراديا بدل ما تحس ان انت تجيب الناس وتوجهها, لا انت بقيت بجد بتتكلم وهم بيتاثروا بوجهه نظرك اوتوماتيكلي لطبيعه البشر يعني. فطبعا المكان هنا بيتيح ان انت تتغير كليا يعني. هذه المقابلات خاصة باختيار الأشخاص الأقدر والأكثر تأهلاً للمشاركة في هذه الدورة. على مدار 3 أيام شارك 360 من السيدات من الأعمار بداية من 20 عاماً وحتى 50 عاماً شاركوا في هذه المقابلات بعد عدد كبير من الاختبارات الذين اجتازوها بالفعل خلال الأيام السابقة بهدف بالطبع التأهل للمناصب القيادية المختلفة. خلينا نروح مع حضراتكم لجامعة حلوان وتحديدا طلاب كلية التكنولوجيا في جامعة حلوان اللي قدروا ان هم يحققوا نجاح كبير جدا بفوزهم بالمركز الخامس في مسابقة الفورمولا اللي تمت اقامتها في انجلترا, وشارك في المسابقة دي 36 فريق بيمثلوا عدد من الجامعات العالمية. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. تمكن طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان من حجز مركز متقدم في فعاليات مسابقة الفورميلا الطلابية الكهربائية بإنجلترا والتي يشارك فيها 36 فريقاً يمثلون جامعات العالم, وحصد الفريق المصري المركز الخامس عالمياً. يعد فريق جامعة حلوان الأول في تقديم فكرة السيارة الكهربائية الجهد المنخفض 48 فولت, وهو التصميم الآمن تماماً من حيث الصدمات الكهربائية, وهو ما أشاد به حكام المسابقة وبمجهود الفريق في إنتاج تلك الأفكار الخلاقة في هذا المضمار العالمي. المشروع يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة أكسفورد بروكس الإنجليزية, كما أنه مدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة, وتعد أول مشاركة له في مسابقة الفورمولا الطلابية الدولية ضمن 36 جامعة عالمية في سيلفرستون في إنجلترا في فرع التصميم الهندسي. مزيد من التفاصيل معانا دلوقتي على التليفون الطالب عبد الله اشرف المشرف على الملف المقدم بمسابقه الفورمولا بانجلترا عشان تعرف منه على كل التفاصيل. صباح الخير عليكم, نورنا في صباح الخير يا مصر والف مبروك. صباح الخير يا فندم, واهلا وسهلا على حضرتك, الله يبارك في حضرتك. طبعا يعني انا سعيده جدا ان انت معانا النهارده واحنا بنتكلم عن مسابقه فورمولا مربوطه دايما باذهاننا بالعربيات. ايه علاقه كليه التكنولوجيا بالعربيات بالملف المقدم؟ احكي لنا كده قصه. وحضرتك طبعا يسعدني طبعا مشاركه انجازاتنا الاخيره في الفريق سباق, بالتحديد حصلنا على مركز محاكاه وقت اللفه اللاب تايم سيموليشن اثناء مسابقه فورمولا ستيودنت يو كي. حصلنا المركز الخامس من بين 36 فريق على مستوى العالم. حقيقه فعلا تعتبر اول مشاركه لينا في المسابقه بكليه التكنولوجيا والتعليم جامعه حلوان. تعتبر فكره المسابقه عموما هي فكره, هي مسابقه دوليه بتقام كل سنه بالمملكه المتحده, بيتم تنظيمها من قبل معهد المهندسين الميكانيكيين بانجلترا. بيشترك فيها فرق من جامعات على مستوى العالم في المسابقه عموما من كذا دول بيتم اشتراك فيها. بيتم المسابقه ليها قواعد معينه او
التزامات معينة معايير معينة بيتم أخذ بيها. بيتم بتنقسم إلى فصلين، فصل الأول اللي هو يعني أنا أصمم العربية بتاعتي هنا الطائرة أصممها وأروح بيها وأشترك فيها في المسابقة، ويعتبر الفكرة الثانية الفصل الثاني إن أنا أدخل أشترك في المسابقة تصميم فقط كونسيبت بلاس. ويمكن احنا السنه دي احنا اول مره ليا السنه دي بالكليه والفريق اشتركنا في المسابقه كونسيبت كلاس تصميم فقط. طبعا ليها قواعد معينه والتصميم ليها سباقات معينه. طيب عبد الله خلينا نفهم منك اكتر، يعني افهم من كلامك ان انتوا صممتوا عربيه سياره كهربائيه وانت بتقولي مسابقه لاب تايم سيميليشن. اللاب ده اعتقد اللي هو الحلبه او السباق، يعني مسافه السباق طبعاً نفسها. طبعا من ضمن السباقات اللي موجوده عندنا واجهتنا السباق لاب تايم سيميليشن محاكاه وقت الدفه، ويعتبر من السباقات المهمه للسيارات ومن الفروع الهامه اللي هي ممكن تواجه هندسه السيارات عموما. يمكن المسابقه عموما مش ان انا احفظ مراكز، هي بس اكتساب خبرات او فرصه لينا كطلاب اكتساب خبرات هندسيه وازاي نستغل مهاراتنا او يعني هي فعلا بتدينا مهارات كبيره وتجربه حقيقه فعلا جميله. يعني طبعا احنا يعني فخورين بيك جدا وبنشكرك جزيل الشكر وبنحييك وبنبارك لك مره تانية انت وزملائك في الفريق. ونشكرك جزيل الشكر طبعا الطالب عبد الله اشرف المشرف على الملف المقدم بمسابقه الفورمولا بانجلترا. نروح لموضوع اخر، في محافظه الوادي الجديد وتم الاعلان عن اخر حصر لاعداد النخيل بالمحافظه واللي بلغت 3 مليون و800 الف نخله، ده بسبب التوسع في زراعه النخيل بعد نجاح مبادره زراعه النخيل الرئاسيه في تحقيق طفره في اعداد النخيل، ومن المستهدف ايضا في ديسمبر المقبل الوصول ل 4 مليون نخله. معنا دلوقتي على الهاتف الدكتور مجدي المرسي وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد عشان تعرف منه على تفاصيل اكتر. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على اهل مصر الكرام، صباح الخير واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. حضراتكم طيبين ان شاء الله. وحضرتك بصحه وسعاده يا فندم. في السريع كده لو تقول لنا ازاي قدرنا نوصل الى هذا العدد من النخيل، ده رقم كبير ما شاء الله، يعني 3 مليون 800 الف نخله. لا ده احنا يعني اخر تعداد 3 مليون 998 878 يعني ان شاء الله قربنا على ال 4 مليون نخله. طبعا كان في اعلان لمبادره رئاسيه فخامه السيد رئيس الجمهوريه، كان عندنا حوالي 2.5 مليون نخله واعلنها في 12/1/2019 ان احنا نزرع 2.5 مليون نخله اخرى عشان نكمل ال 5 مليون، وكانت توجيهات لمعالي السيد اللواء الدكتور محافظ الوادي الجديد، وبدا في اطلاق المبادره وتم توزيع، يعني تم تخصيص مساحات حوالي 85 الف فدان باسعار، كان المبادره 1000 جنيه للفدان اللي هيزرع نخيل طبقا للمبادره، والحمد لله تم زراعه مساحه حوالي يعني عايز اقول لحضرتك في حدود 40 الف فدان على ارض الواقع. الحمد لله طبعا 2019 كانت المبادره، جينا حصل حظر في 2020، يعني الحمد لله بدانا ينتظم عمليه الزراعه اعتبارا من نهايه 2020، والحمد لله تم زياده المساحه من حوالي 26000 فدان كانت في 2019 الى حوالي 52350 فدان. طبعا كان فيه زراعات، وطبعا زي ما عارف حضرتك بتبدا الزراعه في مارس من كل عام وتنتهي في نوفمبر من نفس العام،
دي المساحة أو دي الفترة اللي ممكن نزرع فيها مساحات النخيل. احنا زدنا حوالي في المبادرة دي مليون من مليون وخمسمائة فدان تقريبا، أو قربنا المليون وخمسمائة فدان، وإن شاء الله بأمر الله تعالى نعشم إن شاء الله بنهاية عام 2025 سيتم زراعة الاثنين ونص مليون نخلة بإذن الله يا فندم. يعني احنا بنشكرك جزيل الشكر، والحقيقة مجهود كبير جدا، وبكل تأكيد هيكون لي مردود كبير على المزارعين في الوادي الجديد. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة الوادي الجديد. مشاهدينا الثامنة صباحا موعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع لميا حمدين. تفضل يا لميا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يشارك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالية النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية والتي تنطلق بمدينة سان بطرسبرغ، ومن المقرر أن تتضمن القمة الثانية هذا العام عقد جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا وبشكل سلمي، وذلك من أجل الحد من المعاناة الإنسانية القائمة وإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية على دول العالم، خاصة الدول النامية والأفريقية، ومن أجل أيضا الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين. وخلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبرغ، أعرب الرئيس السيسي عن حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، مشيدا بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة التجارية، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا مشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. من جانبه رحب الرئيس الروسي بزيارة الرئيس السيسي إلى روسيا، مشيدا بالدور الهام للرئيس السيسي في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها تتقدم تدريجيا في الجنوب، وأن الجيش بصدد استقبال شحنة من 1700 طائرة مسيرة هجومية واستطلاعية للمساعدة في الهجوم المضاد. وأعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات تقدمت نحو مدينتي ميلتوبول وبردينسك على في الجنوب على بحر أزوف، مشيرة إلى أنها تهاجم بنجاح في الشرق على أطراف باخموت. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم في وقت يطوق جنود القصر الرئاسي، ويزعمون أيضا أنهم استولوا على السلطة. وخلال زيارته إلى نيوزيلندا قال بلينكين إنه أكد في اتصال سابق مع الرئيس بازوم على دعم الولايات المتحدة الأمريكية له بصفته رئيسا للنيجر منتخبا وبشكل ديمقراطي. وأعلن بلينكين أن استمرار المساعدات التي تقدمها واشنطن للنيجر مرهون بالحفاظ على الديمقراطية في النيجر. We're calling for the immediate respect for. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي مصرع طاقم إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية السعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط. وقال المتحدث العسكري السعودي أن المقاتلة سقطت أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وأضاف أن لجنة تحقيق بشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير في يونيو الماضي في استجابة للبيانات التي أظهرت تباطؤا في معدل التضخم. وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25% إلى 5.5%، وهي الزيادة 11 منذ مارس
مارس 2022. وكان مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي رجحوا خلال اجتماعهم الشهر الماضي زيادة الفائدة مرتين هذا العام، حيث جاءت هذه التخمينات محبطة للأسواق بعد أن كانت تتوقع توقف الفيدرالي عن سياسته النقدية المتشددة، بخاصة عقب اتخاذ قرار التثبيت في يونيو الماضي. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. رحب بحضراتكم مرة تانية. بنتكلم عن أهم الملفات الحقيقة اللي الدولة المصرية بتوليها اهتمام كبير، هي المنظومة الصحية. مؤخرا في اهتمام كبير جدا بهذه المنظومة، خاصة مع تطبيق التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، بالتوازي طبعا مع ده في تطور كبير جدا بيحصل في منظومة إدارة الدواء اللي بتتابع عملية صرف الأدوية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل. عشان كده احنا معانا النهاردة دكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء. صباح الخير لحضرتك يا دكتور. صباح الفل. صباح الخير يا مصر. اهلا بيك. واحنا بنتكلم في إدارة المنظومة الصحية وازاي احنا نقدر نرفع من كفاءة هذه المنظومة، إيه اللي حصل خلال السنين اللي فاتت عشان نقدر نوصل لده؟ هو شكرا جدا لك، صباح الفل. طبعا والهيئة العامة للرعاية الصحية هي في القانون هي أداة الدولة المصرية لتنظيم وتقديم الخدمة والرعاية الصحية. جزء طبعا ركيزة أساسية من الخدمة دي هي الدواء والرعاية الصيدلية. نظام أو إدارة الدواء، لأن الدواء حاجة معقدة جدا، إدارة الدواء بتبدأ من اختيار الدواء أصلا لوجوده في دستور الأدوية في الدولة أو في المنشآت الصحية. وبعد كده الدستور الدواء ده بيحتوي على قائمة الأدوية اللي العيانين بتوعنا محتاجينها، زائد كل الخطة العلاجية المبنية على أدلة علمية. وبعد كده بيبتدي بقى إيه، نبتدي نطلبها مثلا عن طريق هيئة الشراء الموحد، وبعد كده نبتدي ننقلها ونخزنها تخزين جيد. يبتدي بقى سلسلة إمداد الدواء، التخزين الجيد ليها ونقلها، لان طبعا العربيات اللي بتنقل الدواء ليها مواصفات معينه. وبعد كده ندخل بقى ان هي تبتدي تتصرف لصيادات الصرف. هنا بيبتدي يدخل الطبيب، بيبتدي يكتب الروشتة او الاوامر الطبيب، او لو هو في مستشفى الطبيب مع الصيدلي مع الممرض بيمروا عشان يحطوا مع بعض الخطه العلاجيه للمريض. يبتدي الصيدلي يراجع اوامر الطبيب، يشوف دواعي الاستعمال، الجرعه، تكرار الدواء، ازاي الدواء بيتم اعطائه، على مدى قد ايه، او الشكل الصيدلي. وبعد كده يبتدي يصرف الدواء بتاعه بالطريقه الصح. لو دواء مثلا علاج وريدي، يبتدي يحضره في اماكن مخصصه مركزيه عشان يطلع الدواء معقم وامن للمريض. ولو هو علاج بالفم، بنعمله بحاجه اسمها اليونت دوز او علاج صرف بالوحده، عشان يبقى علاج امن للمريض وفي كل التعليمات لاستخدام المريض. بعد كده بنثقف المريض، بنقول له على المرض بتاعه، بنقول له على العلاج بتاعه ياخده ازاي، بندرب الممرضه ازاي تدي العلاج. وبعد كده خلصنا بالمريض، فصلنا عليه الدواء، بقى فيه ملائمه دوائيه كبيره جدا. نبتدي بقى نبص على ايه، طيب العيان خد الدواء، بنعمله تثقيف عشان يبقى عنده ادهيرنس، او نزود عنده مدى قدرته والتزامه بالتعليمات، ونبتدي نتابعه بقى بعد كده. ودي حاجه مهمه جدا احنا بنركز عليها كمان الفتره الجايه. بنتابع ايه؟ بنقيم الفعاليه بتاعته، بنقيم فعالية الدواء في المريض. في بعض الأدوية نقدر نقيسها في مستوى الدم بتاع المريض، ونقدر نشوف من خلالها وصل المستوى اللي يجيب فعالية ولا لأ، أو المستوى يبقى أقل من اللي يجيب سمية ولا لأ. وهدف المنظومة دي كلها بعد كده اللي احنا نبتدي نحط كل الحاجات دي في مكتبة قومية بنسميها المكتبة القومية للأمراض ونوثقها. وده كله هدفه إيه؟ هدفه اللي احنا نوصل لأعلى فعالية علاجية بأقل أعراض جانبية بالسعر المناسب مع الحفاظ على جودة حياة المريض. وحاجتين مهمين بقى كده، في صدامة مالية للموضوع ده، وكمان الحفاظ على البيئة. يعني ده بقى أصبح عنصر أساسي برضو كمان في دخول مستشفياتنا وصيدلياتنا إطار الصيدلية الخضراء أو الجرين فارماسي أو الجرين هوسبيتال. ده يعني ملخص إدارة الدواء وأهميته، اللي احنا بنبتدي بخطط علاجية موثقة، يعني استخدام امثل للدواء. الدواء هيطلع في دواعي استعمال، بس الدواء ده حاجه خطيره جدا طبعا، حتى الحاجه الصغيره طبعا احنا ساعات نبص للدواء، لكن الدواء حاجه خطيره جدا. استخدامه لازم يبقى في دواعي استعماله، ولازم نراقبه في الارض بيعمل ايه، ونقيم الدواء عن طريق الفعاليه بتاعته والمأمونيه بتاعته. طيب دكتور، في النقطه دي تحديدا، يمكن في بعض الدول الصيدلي هو المسؤول عن وصف
الدواء. الدكتور مهنته انه يشخص الحاله المرضيه مع وجود تحاليل كمان والتاريخ المرضي طبعا للمريض، وبالتالي وعليه الدكتور الصيدلي هو اللي مسموح له انه يكتب الادويه ويصرف الادويه زي ما حضرتك قلت بالجرعات المحدده حسب مده العلاج طبعا. وما الى ذلك. احنا هنا في مصر احنا بالنسبه لنا ايه اللي بيحصل؟ يعني فكره كمان انه يكون يعني في احيانا مريض ممكن يكون على سبيل المثال بياخد فيتامين بالمناسبه معين، مش شرط يكون دواء، فيتامين معين يغير من فعاليه الدواء ده في جسمه، صح. يكون عنده اي من كان السبب المتعلق بجسمه او بالكيمياء بتاعت جسمه او حتى تقبل جسمه للاكتيف كونستيتوينت او للماده الفعاله اللي موجوده في الدواء، صح. كل ده بيقيم ازاي وبيتم تقييمه ازاي وعلى حتى مدار حياه المريض؟ يعني ممكن النهارده شخص داخل بمرض معين بعد كام سنه داخل بمرض اخر، بتفضل الحاجات دي موجوده في الجسم برضو؟ طبعا هو الميزه عندنا في هيئه الرعايه الصحيه ان احنا دلوقتي عندنا تقريبا من 5-6 مليون منتفع، احنا عندنا نظام تحول رقمي مراقما تماما، عندنا ملف موحد للمريض. فالصيدلي لما يجي يصرف الدواء بيعمل يعني حضرتك قلت كلمه سحريه، التاريخ المرضي. التاريخ المرضي وتاريخ الادويه. فاحنا عندنا حاجه اسمها الملائمه الدوائيه وعندنا حاجه اسمها مراجعه الادويه. يعني لما يجي عيان مثلا، ودي ميزه الصيدلي بقى، الدكتور بيبقى متخصص مثلا في القلب في الصدر، كل العيانين دول بيجوا لنا بقى الصيدليه بعد كده. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنشوف العيان ده كمان ممكن يبقى عيان علاج مزمن، ودي من برضه الخدمات اللي بنقدمها في الوحدات الصحيه والمراكز طب الاسره. احنا عندنا يعني المرضى اغلبهم علاج مزمن، فده لازم انا ابقى عارف كويس قوي التاريخ المرضي، ابقى عارف كويس جدا ايه الادويه الثانيه اللي بياخدها، لان في تفاعلات بين الادويه وبعضها ممكن توقف بعض، في تفاعلات بين الادويه وبعض الماكولات او المشروبات، منها الرمان ومنها العرقسوس ومنها حاجات كتير جدا بنستخدمها يوميا، وتفاعلات اخرى مع المرض. وغير كده كمان هو ممكن يبقى دواء قلب لكن المريض ده عنده مشاكل في الكليه، ما يقدرش ياخد دواء القلب ده بالجرعه دي، صحيح. لا هياثر عليه، لان المشكله كلها اللي احنا بنشتغل عشان نوصل الدواء للمريض بتركيز يقدر يوصل للفاعليه. وزي ما حضرتك قلتي اهم بقى حاجه قلتيها المده العلاجيه. يعني من الحاجات في الاستخدام الامثل للادويه احنا مثلا بنركز طبعا لان دي حاجه عالميه، بنركز على استخدام المضادات الحيويه، صحيح. فاحنا بنقيس كمان مده استخدام المضاد الحيوي، دواعي استعماله، الميكروب اللي بيأثر عليه. احنا الحمد لله كمان قدرنا، مصر وقعت اخر السنه اللي فاتت على اتفاقيه في مسقط في عمان لها علاقه مع منظمه الصحه العالميه، لها علاقه بتصنيف الادويه المضادات الحيويه بالذات الى ادويه خط اول وادويه خط ثاني وادويه خط ثالث. واحنا مصر التزمت اللي احنا لازم يبقى ادويه الخط الاول استخدامها لغايه 60 او 70%، والحمد لله احنا من اول السنه لغايه دلوقتي احنا عندنا دي بيسموها الاوير اندكس، ودي مؤشر الاستخدام الامثل للمضادات الحيويه. احنا عندنا الحمد لله بنحصره، عندنا احنا كل حاجه عندنا مرقمنه ومميكنه، فعندنا الحمد لله في كل وحداتنا وكل منشاتنا قدرنا نوصل لاستخدام الامثل للمضادات الحيويه عن طريق برنامج استخدام الامثل للمضادات الحيويه والارقام اللي بتطلع منه، منها زي ما حضرتك قلتي مده كمان العلاج. بس فكره الاستخدام الامثل دي يا دكتور عزاني المقاطعه، يعني احنا حتى الان عندنا المضادات الحيويه او تي سي او اوفر ذا كاونتر او اللي بتتباع في الصيدليات من غير روشتة اصلا، واي حد يقدر يخش يجيب المضادات الحيويه دي، ولكن على العكس في دول كتير جدا ما ينفعش، لازم يكون المضاد الحيوي مكتوب في روشتة. صح، هو المضاد الحيوي في مصر بالقانون بتاعنا مش او تي سي، يعني ما ينفعش. طب ليه موجود او تي سي؟ لا هو موجود او تي سي لاسباب اخرى، لكن هو مثلا احنا اتكلم طبعا ده احنا بننسق مع هيئه الدواء المصريه، وقعدنا يعني لجان كتير جدا قعدنا مع بعض واحنا بنخطط. فمثلا في 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 محافظات التامين الصحي الشامل ما فيش عيان بياخد مضاد حيوي الا بروشتة. احنا طبعا بنسعى الى تدريجيا اللي احنا نعمل كده في الصيدليات الخارجيه وكمان في محافظات اخرى غير محافظات التامين، لكن لازم نوفر للمريض بقى المكان اللي هيروحه ياخد فيه الروشته دي. وعشان كده محافظات التامين الصحي الشامل الميزه اللي فيها ان انت الوحدات الصحيه اللي موجوده في كل الاماكن، المستشفيات اللي متاحه للمرضى، ممكن العيان يدخل ويتكشف عليه ويتكتب له روشته فعلا، والصيدلي بيصرف له الدواء الصح. حتى ممكن ساعات الصيدلي
بيبص على تاريخ المريض وحالته وممكن يقول للطبيب يرشح له دواء احسن. ده في الوحدات الصحيه اللي في المحافظات طبعًا. اللي طبق فيها طبعًا. منظومه التامين الصحي الشامل طبعا طبعا. واحنا شغالين يعني في الاطار ده لان دي حاجه مهمه جدا، لان الدواء بتاعنا مش بس يمثل استخدامه الخطا خطوره على الانسان، لكن استخدام الخاطئ للمضاد الحيوي زي ما حضرتك بتقولي بيأثر كمان على ان الميكروبات اللي موجوده بتتعود على الدواء. صحيح. فبعد كده لما بتبتدي تستخدم الادويه دي، لا انا ببتدي استخدم بقى ادويه ثانيه. عشان كده احنا يعني بنقول مع حضرتك ان احنا لما نقول للمريض، وطبعا احنا شغالين على توعيه المواطنين في الجزء ده، لان المواطن عايز يدخل يطلع بدواء ويطلع بدواء وريد كمان، فاحنا بنقول له لا، احنا بنقول له احنا هنديك الدواء لو احتاجته، وهنديك الدواء الاول بالفم، لان الدواء لازم تستخدمه الاول بالفم مش تدخل على طول على الوريد او بالحقن، لان ده دواء خطير على فكره وله مضاعفات كتيره جدا. فاحنا طبعا بنعمل مع المبادرات والتوعيات بتاعتنا وفي الوحدات الصحيه وفي المستشفيات في تثقيف المرضى بنعمل توعيه كبيره جدا، ولسه كنا يعني من يومين مع هيئه الدواء وهيئه الشرع الموحد بنتفق ازاي مع بعض نعمل توعيه للمواطنين، لان خلي بالك حتى في اوروبا وامريكا الدراسات بتقول ان ساعات الاطباء بيكتبوا ادويه مش تبع الخطط العلاجيه للضغط من الضغط الشعبي او ضغط فاحنا بنحاول دلوقتي نثقف المواطن او حتى شركات الادويه بقى يعني طبعا احنا عندنا كمان ده جزء مهم جدا حليناه، ان احنا عندنا اتخاذ القرار في الدواء مؤسسي تبع في حاجه اسمها اللجنه العليا للادويه، هي اللي بتتبع عليها بتراقب وكل استخدام الادويه وسياسه استخدام هذه الادويه. فما فيش دواء بيتضاف او دواء بيتشال او دواء جرعته كذا او الجايد لاينز من خلال اللجنه العليا للادويه، ثم مجلس استشاري. مجلس استشاري ده فيه جميع التخصصات الطبيه بحيث نطلع الادله العلميه. فحضرتك دلوقتي اللي احنا بنعمله اللي احنا بنبني الادله العلميه دي وبنحدثها، وبتروح بحيث حضرتك لو دخلتي بورسعيد عند في تشخيص معين بالظبط هتلاقي نفس توحيد والخطه العلاجيه نفس الادويه نفس الجرعه. بعد دوريشن معين هنقول لك لا لازم نحول لحته تانية. فهي منظومه كبيره بنبتديها، والاستدامه بتاعتها بالمؤسسيه بتاعتها احنا بنعملها دلوقتي، ان هيبقى في خطط علاجيه موجوده، في سياسات واضحه، والسياسات دي مش سياسات ورق لا مترجمه، السياسه دي في لها اليه تنفيذ ولها اليه متابعه، واحنا بنتابع مؤشرات اداء لاستخدام الادويه وتطبيق سياسات الدواء دي شهريا. شهريا طبعا. طيب واحنا بنتكلم عن تقييم منظومه الدواء والمنظومه الصيدليه تحديدا في المنظومه الصحيه، اهم عامل من وجهه نظري هو العامل البشري اي الصيدلي. واعذرني انا بالمناسبه خريجه صيدله، بس فالمجتمع عنده وجهه نظر كده او رؤيه للصيدلي انه بيبيع ادويه ملوش تدخل اصلا في السياسه او الجايد لاين الدوائي لعلاجه. عايز اعرف من حضرتك لو هتقول رساله للناس تقول لهم بالظبط دور الصيدلي ايه، لانه بالمناسبه صيدله فيها تخصصات طبعا. يعني في صيدلي مقيم في المستشفى طبعا. ليه علاقه مباشره بوصف الادويه ويعني في تخصصات كتير، فلو حضرتك بس توضح طبعا. لنا دور الصيدلي الحقيقي مش المتعارف عليه او المعتقد السائد. يعني احنا تقريبا من 25 سنة ابتدينا تغيير فلسفة ممارسة صيدلة، من هي بتركز بس على المنتج لان هي في 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 في, في محور اهتمامها المريض. زي ما حضرتك قلتي الصيدلي هو خبير الدواء، خبير الدواء ومسؤول عن ان هو يحط الخطط العلاجية مع الطبيب، كان الطبيب ده في عيادة فبيشاركوا معاه في الخطة العلاجية في الروشتة، أو بيمر معاه في المستشفى فبيخطوا الخطة العلاجية مع بعض. وبعد كده هو يعني الصيدلي، في ناس بتحب تسميه الصيدلي الإكلينيكي، والصيدلي الإكلينيكي ده مش مشترط إن هو يكون في المستشفى. الصيدلي الإكلينيكي هو كل من بيستخدم فلسفة معينة، وهي إن المريض في بؤرة اهتمامه، إن هو خبير الدواء، وأهم حاجة إن هو يهتم بالمخرجات العلاجيه او outcome oriented. يعني ايه؟ يعني انا لما باجي قبل ما اكتب الصيدلي قبل ما بيصرف الدواء للمريض بيبقى عارف بيصرفه ليه؟ هيوقفه امتى؟ وايه الحاجات اللي هيقيسها والعيان بياخد الدواء ده عشان يقدر يقيم هذا الدواء. الصيدله عندنا في مصر في منتهى القوه، شطار جدا وحضرتك طبعا عارفه كده، وكمان تم اتاحه الفرصه ليهم وتفعيل دورهم بقوه، مش بس في جزر منعزله ولكن في اطار منظومه كبيره زي منظومه التامين الصحي او الرعايه، هيئه العامه الرعايه الصحيه، واصبح دورهم اساسي
واصبح دورهم مش بس يعني ان هو يقول الجرعه ولا ان هو يقول اعراض جانبيه او ان هو يقول تفاعلات الدواء، لكن ده بيصنع له دور اساسي في صنع واتخاذ القرار الطبي. من اول دستور الادويه، اللجنه العليا للادويه دي فيها مكتب الصيدليه اللي بيحدد ملف الدواء مع الاطباء مع التمريض مع الاخرين المشاركين في اتخاذ القرار. اهم بقى حاجه احنا بنعملها دلوقتي كمان هو الصيدلي لما يجي يمارس مهنته هو ايه مسار الوظيفي بتاعه. فحضرتك احنا الحمد لله قدرنا نعمل خلال السنين اللي فاتت والخبره قدرنا اكتسبناها برضو بالعمل مع احسن ناس بيمارسوا الصيدله في العالم، ان لازم يبقى في مسار وظيفي للصيدلي من اول ما يتخرج. وطبعا ده اللي حصل في مصر كمان، ان الطلبه يعني السنه الجايه الطلبه اللي هيتخرجوا من صيدله مش هيتخرج بكالوريوس صيدله، هيتخرج فارم دي يعني دكتور في صيدله. والدكتور في الصيدله ده معناه ان هو هيبقى اصبح صيدلي كلينيكي. ف ايه الفرق؟ الفرق ان هو ابتدى يزيد في المنهج الدراسه اللي ليها علاقه بالمرضى، دراسه ليها علاقه بالتاثير العلاجي، بقى مش يعني بقى في علاقه بالمرضى اكتر، في علاقه بالحاجات الاكلينيكيه. بقى الصيدلي متخرج. طب هو اتخرج الحاجه الميزه المهمه جدا، درس 5 سنين هيقعد سنه كامله نسميها بقى نيابه نسميها، هيقعد سنه كامله التكليف يعني اللي بيطلق عليه التكليف مش تكليف بقى، لا ده لسه ما اتخرجش لسه ما بقى الصيدلي، هيقعد سنه كامله يلف 6 أسابيع في 6 مرات على اماكن مختلفه على مستشفيات. يعني يعتبر دي سنه 6 مثلا. ايوه دي هي سنه 6. هو السنه 6 دي هيبقى هيتعلم فيها وهيعمله هيتحصل له روتيشن وتدوير في اماكن مختلفه في المصانع والمستشفيات ومجالات مختلفه للشغل، كل وليها اجراءات محكومه بمانيوال ولوج، وهيبقى في بورتفوليو للصيدلي. طب هو اتخرج بفارم دي او هو بكالوريوس عادي فخد فارم دي او دبلومه مثلا صيدله اكلينيكيه، دي اول الطريق. اصبح بعد كده عنده بعد كده لازم يبقى حاجه اسمها صيدلي مقيم. صيدلي مقيم دول نوعين، واحنا ان شاء الله هنبتدي نعمل البرنامج ده. انا بقالي شغال فيه بقالي 7 سنين وقدرت اعتمده في المستشفيات زي 57 وشغلناه ل7 دفعات، وهنقدر نشتغل فيه ان شاء الله. اول مستشفى هتبقى شرم الشيخ الدولي بتاعتنا. هيبقى برنامج صيدلي المقيم ده سنه كامله، الصيدلي بعد ما يتخرج معاه رخصه مزاوله المهنه بيقعد سنه كامله في المستشفى. في برنامج تاهيلي قوي جدا، وده يعني كمان معتمد من الجمعيه الامريكيه لصيدله المستشفيات، ده اكبر جامعه في امريكا وهي اللي تعتمد صيدلي مقيم عندهم. طب خلص السنه العامه دي بيتخصص بقى، بيقعد سنه متخصص، بيتخصص مثلا في قلب، في 33 تخصص عندنا، في صيدلي جوه اوضه العمليات، في صيدلي في المعمل ده مهم جدا، في صيدلي بيمر مع الدكتور، في صيدلي بتاع المخزن، في صيدلي بيهتم بدستور الادويه، في صيدلي بيقعد في العياده مع الدكتور، في تخصص كتيره جدا هيبتدي يتخصص فيها في سنه التخصص دي اسمها صيدلي مقيم متخصص. بعد كده احنا شغالين وفي بورد امريكي وفي بورد عربي بياخد البورد ده، وبعد 5 سنين من الشغل في التخصص ده يقدر يبقى استشاري في المدى دي. فمن اول ما اتخرجت كصيدلي لغايه 10 سنين ما تبقى كونسلتنت او استشاري، المسار الوظيفي بتاعك واضح، وبنشتغل دلوقتي عشان نحط الانفراستراكشر بتاعته. ده اللي احنا محتاجين نعمله، ده اللي حضراتكم شغالين عليه. على اي حال طبعا انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، وبشكرك كمان على تصحيح المفاهيم الموجودة عند البعض والمعتقدات اللي عند البعض الخاصة بالأطباء أو الدكاترة الصيادلة. بشكرك جزيل الشكر دكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء. نورتنا يا فندم. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية فقراتنا في صباح الخير يا مصر. استنونا. نرحب بحضراتكم وأهلا بيكم، وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. مجلس إدارة نادي فيوتشر وجهت الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة اللي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح. توتنهام فاز على مضيفه ليون سيتي سايلوز السنغافوري بنتيجة 5-1 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين على ملعب سنغافورة، وده ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2024. ونادي الهلال السعودي أعلن تعاقده رسمياً مع الجناح البرازيلي مالكوم قادماً من فريق زينات سان بطرسبرغ الروسي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. خلاص خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية مع جمانة نكمل معها باقي فقراتنا.
لميا بشكرك شكرا جزيلا لاستعراضك اهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ولسه كلامنا عن الرياضه مستمر، والنهارده تنطلق منافسات بطوله كاس الملك سلمان للانديه العربيه المقرر اقامتها في المملكه العربيه السعوديه في الفتره من 27 يوليو لحد 12 اغسطس. تقام البطوله بمشاركه 16 نادي من انحاء الوطن العربي من بينهم نادي الزمالك المصري. خلينا نتكلم اكتر عن هذه البطوله بشكلها الجديد مع محمد الجبالي الناقد الرياضي. صباح الخير عليك استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ جمانه، ازي حضرتك؟ طيب بالبدايه كده خلينا قبل ما نتكلم عن المباريات والبطوله بمجموعاتها، خلينا نعرف منك الاختلاف بين الشكل القديم والشكل الجديد، ايه اللي حصل، ايه الفرق؟ الشكل القديم البطوله اصلا البطوله العربيه بدات من 1982 وكان اول بطل ليها الشرطه العراقي، واخر بطوله كانت 2020 كان البطل الرجاء المغربي. فكان على مدار الفتره دي البطوله بتتغير المسابقه بمسميات مختلفه وبانظام مختلف، ما كانتش مستقره على شكل مختلف بسبب المشاركه كانت متنوعه بين الانديه، فكانت تقام البطوله بشكل مختلف وفي مواسم مختلفه. ولكن بدءا من هذا الموسم البطوله بدات تاخذ منحى جديد بان هي اتلعبت ادوار تمهيديه، 39 مباراه تمهيديه. من المباريات التمهيديه اتصعدت ال 16 فريق، منهم ثلاث فرق اختارتهم اللجنه المنظمه، كان من ضمنهم نادي الزمالك. اتقسموا 16 فرقه على اربع مجموعات، الاربع مجموعات بيصعد اول وثاني، بعد ما يصعد اول وثاني لدور الثمانيه بيلعبوا الفائز بخروج المهزوم الى ان يصل الى المباراه النهائيه في اخر يوم 12 ان شاء الله باذن الله. البطوله برضو بشكلها الجديد لاول مره تقام بهذا المبلغ الكبير من الجوائز، 10 مليون دولار. 10 مليون دولار بتقسم ازاي؟ ال 10 مليون دولار المركز الأول بياخد 6 مليون دولار، المركز الثاني 2.5 مليون دولار، المتأهلين للمربع الذهبي كل فرقة بتاخد 150 ألف دولار، وجميع الفرق اللي موجودة في المجموعات الأربعة ال 16 فرقة كل فرقة بتاخد 100 ألف دولار، وده اللي مدي البطولة وضع مختلف ووضع جديد لأول مرة. برضو البطولة هتقام بنظام العين الصقر اللي هي التقنية الحديثة بتاعة المرمى، وبرضو التسلل الآلي اللي كانت مطبقة في بطولة كاس العالم الأخيرة في قطر. عشان كده البطولة بتاخد وضع مختلف، لأول مرة تقام بهذا النظام ولأول مرة تقام بهذا الكم الكبير من النجوم المدججين وخصوصا نجوم الأندية السعودية، لأن 16 فرقة المقسمين البطولة أربع فرقة من السعودية، ثلاثة من تونس، اثنين من المغرب، بعد كده هتيجي مصر فرقة واحدة، الجزائر فرقة، العراق فرقة، الكويت فرقة، الإمارات فرقة، إلى أن نصل إلى 16 فرقة. عشان كده الأربع فرق اللي هم في يعتبروا من الدوري السعودي هم الأكثر زخما بالنجوم، وخصوصا الدوري السعودي بدا من الموسم اللي فات. صحيح. يستقطب نجوم كبار جدا، يعني في انتقالات مختلفه طبعا. بالظبط، عشان كده البطوله بتاخذ اهميه كبيره. الاهميه الاكبر بقى للبطوله في ثلاث او اربع فرق بيعتبروها تعويض لضياع بطوله الدوري في بلدانهم. على سبيل المثال الهلال السعودي ما خدش الدوري فبيعتبر البطوله دي فرصه، السد القطري ما خدش بطولة الدوري بيعتبر البطولة دي فرصة، الوداد والرجاء نفس الوضع ما خدوش البطولة في المغرب، خدها الجيش الملكي فبيعتبروا ان البطولة دي فرصة، واخيرا الزمالك اللي هو المفروض ما خدش بطولة الدوري ولا الكاس السنة دي فبيعتبر البطولة دي فرصة ايضا لتعويض بطولة الدوري. طيب هايل، يعني واضح ان البطولة بهذا الشكل الحقيقة برضو يعني هتحمس ان الواحد يتفرج عليها ويتابعها بكل تاكيد. اكيد. طيب احنا بنتكلم عن انطلاق المباريات بالمجموعه، مباريات المجموعه الاولى النهارده، الاولى والثانيه النهارده بالظبط كده. بس المجموعه الاولى بتضم الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي والشرطه العراقي. مجموعه قويه جدا. لا المجموعه صعبه مش مجموعه قويه، الصفاقسي بيدربه الكابتن حسام البدري، ومباراة الأول مباراة النهاردة هتبقى اتحاد جدة والترجي، مباراة قوية جدا. الصفاقسي والشرطة العراقي تعتبر مباراة أقل قوة من المباراة الأولى.
فمجموعة قوية والمجموعة الثانية قوية جدا، ويمكن المجموعة الرابعة هي الأقل قوة من الثلاث مجموعات الأولانيين. الزمالك في أي مجموعة؟ المجموعة الثالثة الزمالك مع النصر السعودي مع الشباب السعودي مع المنستري التونسي. طب لو هنتكلم بقى عن المجموعة الثالثة ومجموعة الزمالك، خلينا نتكلم عن نادي الزمالك بقى دلوقتي وحظوظه وفرصه في هذه البطولة. يعني برضو المجموعة الثالثة يعني مش سهلة. مش سهلة، بس هو وضع الزمالك في ترتيب المباريات يكاد يكون هو الأفضل بالنسبة له. يعني لو الزمالك لو اختار ترتيب المباريات بالوضع اللي هو رايح فيه البطولة، يمكن الزمالك سافر يوم الحد اللي فات ووضعه بالنسبة للعيبة وللصفقات وضع إلى حد ما مش 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 طيب أو لا يدعو إلى التفاؤل كثيرا، رغم أن جماهير الزمالك مش متفائلة إلا أن أنا ممكن أكون متفائل أكثر منهم لسببين. السبب الأول ترتيب المباريات، السبب الثاني ممكن تكون البطولة دي حافز للعيبة لتعويض الشكل اللي ظهروا طبعاً فيه ببطولة الدوري. يعني الزمالك هيبدأ بكرة مع مباراة يعتبر إلى حد ما في المتناول مع اتحاد المنستري، يوم 31 هيلاعب الشباب، يوم 3 أغسطس هيلعب النصر. هي مشكلة مباراة النصر إن النصر ممكن يلعب المباراة الثالثة بالفول تيم، لأن النصر هو حاليا في اليابان، النهاردة هيلعب مباراة ودية مع إنتر ميلان، أول أمس لعب مع باريس سان جيرمان في فترات إعداد. فالنصر مدربه بيقول إن أول مباراتين ممكن يلعبهم باللعيبة البدلاء، وثالث مباراة اللي هي مع الزمالك ممكن يبدأ بالفول تيم. ليه؟ هو ترتيبه كده نونو اللي هو مدرب الاتحاد مدرب النصر السعودي مرتب فرقتين عشان ينافس على بطولة الدوري، وهو حاليا في معسكر الإعداد أو في بطولة دولية في اليابان، معاه 3 صفقات لسه لحد دلوقتي تعاقد معهم، لسه لحد دلوقتي مش عارف يأيدهم، لأن النصر من الفرق اللي موقوف قدها زي الزمالك بالظبط. يعني الزمالك النهارده في مشكله، اتحاد الكوره أخذ قرار بفتح باب القيد النهارده يوم 27 بدايه فتح باب القيد من اجل الزمالك عشان البطوله العربيه، ويفاجئ الزمالك ان هو موقوف قيده بسبب مشكلته مع سبورتنج لشبونه مع شيكابالا واتشيم بونج اللاعب الافريقي اللي كان موجود. فالزمالك ما استفادش بفتح القيد النهارده، كان المفروض يستفيد بالصفقات الجديدة، استفاد بقى أو استعان باللعيبة المعارة. لا، الزمالك سافر ب 25 لاعب منهم 5 لعيبة ناشئين، وفي 7 لعيبة ما سافروش لأسباب مختلفة، اللي ما طلعش اللي ما تأيدش والأسباب فنية والإصابة والكلام ده كله. ولكن فتح باب القيد بالنسبة للزمالك لم يستفيد بيه. هي مشكلة الزمالك في البطولة دي زي مشكلة النصر السعودي، ولكن مع اختلاف اللعيبة اللي موجودة. يعني يكفي ان احنا نقول مثلا النصر السعودي في رونالدو، دي 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 في حد ذاتها يعتبر قوة، رغم ان هو لم يؤدي منذ انتقاله للنصر. صحيح، اداؤه ما كانش لا يقارن باداء كريستيانو رونالدو. بالظبط بالظبط، هو صحيح تقريبا بيلعب لعب تجاري، ولكن هو برضو اسم، يظل طبعاً رونالدو اسم. يعني لو ركز يعني هيرجع اكيد. لو ركز ممكن يرجع. فالزمالك ترتيب المباريات بالنسبة له يعتبر حاجة كويسة، ولكن تظل حوافز ودوافع اللعيبة هي الفيصل، لأن أنت البطولة العربية دي بالنسبة لنادي الزمالك تعتبر أنا بعتبرها سلاح ذو حدين. الزمالك طالع رايح البطولة بعد وضع مش صحيح طيب للغاية بالنسبة لجماهيره، خارج من موسم صفري لا كاس ولا دوري ولا أفريقيا ولا الكلام ده كله، بالإضافة إلى بعض المشاكل الموجودة حوالين الفريق. لذلك أنا بعتبر البطولة دي بطولة لعيبة في المقام الأول، وربنا يكرم كده وأسري ومدرب الزمالك يلعب بواقعية بدل من خطط اللعب اللي كان بيلعب فيها في آخر مباراة الدوري الهجومية، والكلام ده مش هتنفع في البطولة العربية. صحيح. ويستغل أول مباراة بكرة للفريق الزمالك، إذا حقق فيها الفوز وده إن شاء الله يتحقق هتبقى بمثابة دفعة قوية قبل مباراة الشباب. لو فاز على الاتحاد المنستيري والشباب
يعتبر صعد للدور التالي بغض النظر عن نتيجة مباراة النصر الأخيرة. طيب يعني. زي ما بقى احنا نتكلم عن نادي الزمالك وعن أسوري وعن خططه. وحضرتك زي ما تحدثت يعني هذه البطولة مهمة جدا لنادي الزمالك عشان يا يصالح جماهيره يا هيحبط جماهيره. بالظبط. فشايف انه ايه الكروت اللي في ايده اللي يقدر يلعب بيها خاصة هو عنده ظروف كتير جدا ضده. هو طبعا الزمالك طبعا سوري المباريات الأخيرة في بطولة الدوري كان بيلعب بطريقة لعب مختلفة تماما عن اللعيبة اللي متعودة عليها. طريقة لعب تعتمد بشكل كبير جدا على الهجوم مع إهمال خط وسط الملعب، وده ظهر في آخر ثلاث مباريات. عشان كده لازم المدرب يعود للفكر الواقعي العملي، خصوصا ان الزمالك في البطوله دي بيعتبرها بمثابه بدايه الامل من جديد قبل الموسم الجديد، بدايه تصحيح المسار. الاوراق الرابحه معروفه في نادي الزمالك، عندنا رقم واحد يعتبر احمد سيد زيزو، يعتبر هو اللاعب الاكثر حظا او الاكثر مشاركه، يعني لقوا في اراء ان هو افضل لاعب، يعتبر طبعا. افضل لاعب. القيمه التسويقيه بتاعت احمد سيد زيزو مع بدايه الموسم كانت 4 مليون يورو، مع ختام الموسم اصبحت 5 مليون يورو. صحيح. يعتبر من افضل اللعيبه. عندنا احمد فتوح لاعب يعتبر من اللعيبه المميزين جدا، الخبره موجود، الخبره شيكابالا. في خط الهجوم يعتبر هو الى حد ما موجود سيف الدين الجزيري، ويعتبر سيف الدين الجزيري هو المهاجم الوحيد اللي موجود في الفرقة. بالإضافة إلى مشكلة الزمالك، تظل في مشكلة الزمالك في حراسة المرمى وخط الدفاع. أتمنى بإذن الله أن أوسوريو يعتمد بشكل كبير، لأنه هو سافر يوم الحد وأدى أكثر من تدريب هناك في السعودية. يعني سافر بدري عكس فرق كتيرة، فده بيدي الأجواء. يستغل عامل الجالية المصرية اللي موجودة في السعودية اللي هي حدساني، طبعا جالية كبيرة مش جالية كبيرة. يعتبر الزمالك والأندية الأربع الأندية الموجودين في السعودية يعتبر هم الأكثر حظا في المساندة الجماهيرية في هذه البطولة. نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن المدرب يغير فكره التكتيكي في هذه المباريات. أنا واحد من الناس، أنا عايزه يلعب بواقعية، يلعب بواقعية بمعنى إيه؟ أنه يعتبر هذه البطولة بمثابة عربون صلح مع طبعاً. جمهور الزمالك مع قبل بداية الموسم الجديد، لأن ما فيش حد من جماهير الزمالك راضي عن فرقة خلال هذا الموسم من بدايته لنهايته. تعتبر فرصة كبيرة بغض النظر عن الغيابات، وبغض النظر عن أن ما فيش صفقات جديدة وما فيش لعيبة جديدة انضمت للفرقة باستثناء يوسف أوباما وحمدي علاء اللي هم رجعوا من إعارات. عامل الخبرة اللي موجود في اللعيبة زي أشرف رؤى، زي شيكابالا، زي أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، يعتبروا هم القوام الرئيسي للفرقة. مع وجود مع غياب طبعا الونش في خط الدفاع تبقى مشكلة. أنا مش عارف هو هيفكر إزاي في موضوع حراسة المرمى، وخصوصا أن محمد صبحي اللي هو الحارس الأساسي كان مستواه خلال الثلاث أربع ماتشات اللي فاتوا مش مطمئن، مع غياب محمد عواد في حراسة المرمى. أنا مش عارف هيوزنها إزاي، هل هيبدأ بعواد مباريات البطولة العربية زي ما قال قبل ما يسافر، أو زي ما تسرب قبل ما يسافر أنه هيعتمد على محمد عواد على أساس أنه هو الأكثر خبرة في مثل هذه البطولات، أم هيستمر بمحمد صبحي؟ وخصوصا أن في وجهة نظر بتقول أن لازم تستمر محمد صبحي عشان ما تحبطهوش نفسيا، وخصوصا آخر ثلاث مباريات كان مستواه مش مطمئن، أو يلعب واقعية على حسب مستوى حارس المرمى سواء محمد صبحي أو محمد عواد يعني. طيب المجموعة الرابعة، الرابعة تعتبر مجموعة إلى حد ما هي الأسهل، شباب بلوزداد. صحيح. الرجاء المغربي، الكويت الكويتي. الكويتي أفضلهم يعتبر الفريق الرجاء المغربي يعني. صحيح. يعتبر هي المجموعة إلى حد ما الأكثر توازنا من الثلاث مجموعات اللي قبل كده يعني. طيب المجموعة الثانية، احنا قلنا عندنا الهلال السعودي، احنا قلنا الاصعب صح، الثانيه الاصعب الهلال السعودي، السد،
القطري الوداد المغربي. الوداد المغربي وأهلي طرابلس. طرابلس هي هتبقى منافسة ثلاثية طبعا بين الهلال. الهلال لسه امبارح متعاقد مع الظهير مالكم يعتبر بصفقة تاريخية. لسه قايلين الخبر. لسه قايلين الخبر. تعتبر صفقة تاريخية 60 مليون يورو في السنة صفقة تاريخية طبعا. ده عقد أعلى من كريستيانو. بالنسبة للاعب نفسه مش القيمة الصفقة صحيح كلها. صحيح. السد القطري بيضم لاعبة على فكرة مميزين جدا. يكفي وجود بغداد بنجاح الجزائري اللي هو يعتبر هداف الدوري القطري على مدار 5-6 سنوات اللي فاتوا لأن هو مستمر معاهم. فريق الوداد يعتبر بطل أفريقيا آخر نسختين، يمكن خسر البطولة الأخيرة مع قدام الأهلي. فريق قوي جدا، تعتبر أنا بعتبرها المجموعة الثانية تعتبر أقوى مجموعة في الأربع مجموعات. سريع من بين كل المجموعات وجهة نظرك أو توقعاتك بطل كل مجموعة المجموعات الأربعة. أنا أعتقد المجموعة الأولى هيكون فيها الهلال الاتحاد جدة هو في لها الحظ الأوفر، خصوصا مع وجود كانتي وكريم بنزيما دلوقتي، وإن شاء الله نشوف طارق حامد. المجموعة الثانية هتبقى فيها الأمور صعبة عن الهلال والسد والوداد. الثلاثة يمكن أرجح الهلال أكتر. طبعا بيصعد اول وثاني في المجموعه طبعا يعني. طبعا. فخلينا المجموعه البطل بس فخلينا المجموعه الثالثه نقول الزمالك والنصر السعودي هم اللي صعدوا. والمجموعه الرابعه هتبقى فرصه الرجاء هي الاقوى في يعني على اي حال احنا هنتابع اكيد هذه البطوله بكل شغف وحماس. ونشكر حضرتك جزيل الشكر الناقد الرياضي محمد الجبيري، نورتنا في صباح الخير. شكرا شكرا استاذ جمان. مشاهدينا التاسعة صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع رامي حمدين. تفضل يا رامي. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية والتي تنطلق من مدينة سان بطرسبورغ، ومن المقرر أن تتضمن الفعالية أو القمة الثانية هذا العام عقد جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي. كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا وبشكل سلمي، وذلك من أجل الحد من المعاناة الإنسانية القائمة وإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية على دول العالم خاصة الدول النامية والأفريقية، ومن أجل أيضا الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين. وخلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر قسنطين بمدينة سان بطرسبرغ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، مشيدا بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة الجارية، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا مشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. من جانبه رحب الرئيس الروسي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، مشيدا بالدور الهام للرئيس السيسي في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019. التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. وذكرت أيضا وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاجتماع تطرق إلى تعميق العلاقات بين البلدين. وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن قلقة من تخطيط كوريا الشمالية لتسليم المزيد من الأسلحة إلى روسيا بعد أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها تتقدم تدريجيا في الجنوب، وأن الجيش بصدد استقبال شحنة من 1700 طائرة مسيرة هجومية واستطلاعية للمساعدة في الهجوم المضاد. وأعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات تقدمت نحو مدينتين ملتوبول وبيردينسك في الجنوب على بحر أزوف، مشيرة أيضا إلى أنها تهاجم بنجاح في الشرق على أطراف باخموت.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة التغير غير الدستوري للسلطة في النيجر، داعيا لوقف فوري لكل التحركات التي تقاود المبادئ الديمقراطية في النيجر. من جهته دعا وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس النيجري محمد بازوم في وقت يطوق جنود القصر الرئاسي ويزعمون أنهم استلموا أو استولوا على السلطة. وخلال زيارته إلى نيوزيلندا قال بلينكين إن استمرار المساعدات التي تقدمها واشنطن للنيجر مرهون بالحفاظ على الديمقراطية في النيجر. قال البيت الأبيض إن مقاتلة روسية حلقت بشكل خطير بالقرب من طائرة أمريكية مسيرة فوق سوريا، وذلك أثناء القيام بمهمتها لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. واعتبر البيت الأبيض ذلك انتهاكا للبروتوكولات المعمول بها والمعايير الدولية، مضيفا أن الطائرة الروسية أطلقت قنابل ضوئية واحتكت بالطائرة الأمريكية. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير في يونيو الماضي في استجابة للبيانات التي أظهرت تباطؤا في معدل التضخم. وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25% إلى 5.5%، وهي زيادة 11 منذ مارس 2022. وكان مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي رجحوا خلال اجتماعهم الشهر الماضي زيادة الفائدة مرتين هذا العام، حيث جاءت هذه التخمينات محبطة للأسواق بعد أن كانت تتوقع توقف الفيدرالي عن سياساته النقدية المتشددة، خاصة عقب اتخاذ قرار التثبيت في يونيو الماضي. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. في بداية حلقتنا النهاردة اتكلمنا معاكم في نقطة مهمة أو قضية مهمة أو حدث مهم جدا، وهو القمة الروسية الإفريقية في نسختها الثانية واللي هتعقد النهاردة بمشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نتكلم بشكل أكثر عمقا وتفصيلا عن هذه القمة والملفات المطروحة على مائدة النقاش، أيضا المخرجات اللي من المتوقع أن تصدر عن هذه القمة. مع ضيفنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام. صباح الخير على حضرتك دكتور، دايما ضيف عزيز علينا، في صباح الخير يا مصر. صباح الخير جمانة، وصباح الخير على كل المشاهدين. أهلا بك. أهلا بك. وهنا نتكلم عن هذه القمة في نسختها الثانية. النسخة الأولى كانت في 2019، وهناك أراء من خبراء سياسيين ودوليين أن هذه القمة كان توقيتها في 2019 كان مقصودا من قبل روسيا نظرا لترأس مصر وقتها رئاسة الاتحاد الأفريقي. طبعا ده نظرا لأهمية مصر بالنسبة لروسيا كبوابة الدخول للقارة الأفريقية. لو نتكلم عن التوقيت الحالي لهذه النسخة الثانية في ظل كل ما يحدث في العالم ويحدث بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. طب خلينا بداية نقول أن القمة الأفريقية الروسية هي أحد نتاج السياسة المصرية فيما يتعلق بإعادة التغيير أو المعادلة القديمة التي تربط أفريقيا بالعالم الخارجي. يعني المعادلات القديمة كانت تقوم على أن أفريقيا مصدر لتوريد المواد الخام، سوق لتصريف المنتجات. مصر غيرت المعادلة وأصبحت معادلة مختلفة تقوم على فكرة أن أفريقيا هي أولى بمواردها، لديها قدرة على تحقيق التنمية وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية، وإقامة علاقات شراكة مع كل دول العالم خاصة القوى الكبرى. في هذا الإطار وجدنا هناك تنافس دولي، وجدنا القمة الصينية الأفريقية، القمة اليابانية الأفريقية، الهندية، الأمريكية. هنا أصبحت أفريقيا لها موقع مختلف على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. في 2019 كان نتاج هذه السياسة هو تدشين القمة الأفريقية الروسية الأولى أثناء رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، وكان الفكرة هي فكرة أن مصر تقوم على حشد دعم الدول الكبرى، الدول المتقدمة الغنية في تحقيق التمكين الاقتصادي الأفريقي، وأن قارة أفريقيا قارة واعدة بما لديها من إمكانيات يمكن أن تكون قاطرة للاقتصاد العالمي وأيضا أحد قاطرات التعافي الاقتصادي. وبالتالي جاءت القمة في إطار الانفتاح على كل القوى الدولية. روسيا دولة مهمة، دولة مهمة في النظام الدولي، دولة اقتصادية مهمة، دولة كبيرة، دولة قوة عسكرية كبيرة، لديها فيتو في مجلس الأمن. وبالتالي الانفتاح الأفريقي على روسيا يمثل أهمية ومزايا نسبية لكلا الطرفين. وبالتالي هذه القمة الثانية
هي تمثل إطار مؤسسي بيحكم إدارة العلاقات الروسية الأفريقية على مجالات مختلفة، مجالات سياسية، مجالات اقتصادية، مجالات علمية، في مجالات أمن الطاقة، يعني في كما نتناول في القمة. لكن القضية الأهم هو أن هذه الشراكة الأفريقية الروسية هي جزء من شراكات أفريقيا مع العالم الخارجي. هنا كان الدور المصري كمصر كموقع الاستراتيجي كبوابة للقوى الكبرى لأفريقيا، ساهمت في أن تضع أفريقيا في مكانها الصحيح على خريطة التفاعلات الدولية، وأن تصبح أفريقيا الآن محل تنافس شديد من قبل كل الدول الكبرى، الدول الغنية المؤثرة في النظام الدولي. زادت أهمية أفريقيا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية كأهمية جيوسياسية، كأهمية أيضا اقتصادية بعد جائحة كورونا، بعد الأزمات الاقتصادية العالمية. في هذا الإطار مصر تحرك على مسارين: المسار الأول تفعيل علاقات مصر الثنائية مع الدول الكبرى مثل روسيا، وبالتوازي تفعيل وتعزيز علاقات أفريقيا بالقوى الخارجية، وهذان المسارين متكاملان. ولذلك جزء من أجندة الرئيس السيسي وأجندة السياسة الخارجية المصرية هو الدفاع عن القضية الأفريقية. بالطبع أهم قضية الآن التي تسيطر على المشهد وعلى القمة الأفريقية موضوع الأمن الغذائي، لأن أفريقيا هي من أكثر المناطق في العالم اعتمادا على استيراد الحبوب والغذاء من الخارج، الحبوب الاستراتيجية، القمح، الأرز. تضررت أفريقيا في السنوات الماضية بسبب عاملين: العامل الأول هو طبعا الأزمات الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، ثم الخطر الثاني وهو التغيرات المناخية. التغيرات المناخية أدت في أفريقيا لتصحر، جفاف، جفاف شح الأمطار، كل هذا أثر طبعا على مستوى الزراعة، وبالتالي أثر على الأمن الغذائي في ظل وقت تزايد فيه عدد السكان. ولذلك قضية الأمن الغذائي هي جزء مهم من الأمن القومي للدول، وجزء مهم من تحركات مصر في الإطار الخارجي. وبالتالي القمة الأفريقية الروسية اليوم في روسيا تمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بهذه القضية التي تمس أمن الشعوب، وهو موضوع الأمن الغذائي. لماذا؟ اولا لان روسيا هي من الدول الكبرى المصدره للحبوب لافريقيا، يعني 40% من صادرات من واردات افريقيا من الحبوب بتاتي من روسيا ثم اوكرانيا. وطبعا بعد تعليق اتفاق الحبوب الاخير، تصدير الحبوب الاوكرانيه، بدات هناك ازمه. يعني الرئيس الروسي استبق القمه واكد، يعني بحاول ان يطمن الافارقه على ان روسيا ستعوض صادرات الحبوب لافريقيا، يا اما بشكل تجاري او بشكل مجاني للدول الاكثر احتياجا. لكن على الاقل خاصة أنها المتحكمة، يعني هي المتحكمة في عبور السفن في البحر الأسود، هي متحكمة في عبور السفن، متحكمة في الإنتاج. روسيا دولة طبعا كبيرة في عملية الإنتاج، وأيضا بحكم القرب الجغرافي، يعني روسيا أقرب يعني لأفريقيا كثيرا في استيراد الحبوب. لكن النقطة المهمة هنا جمانة هي أن في ظل التنافس الدولي، يعني هناك الآن حالة استقطاب دولي بين أمريكا وروسيا على هامش أوكرانيا والأزمة، واستقطاب ما بين امريكا والصين على هامش شرق اسيا وتايوان. وده في هذا الاطار هنا بيبرز اهميه الجانب الافريقي، وهنا اهميه مصر في توظيف هذا الاستقطاب الدولي لصالح السياسه المصريه ولصالح السياسه الافريقيه والدول الافريقيه. كيف مصر لا تتبنى او لا تدخل في استقطاب، لا تنحاز لطرف على حساب طرف اخر، ولا تستبدل شراكه مع طرف بشراكه مع طرف اخر. مصر وافريقيا ومع افريقيا منفتحه لكل الدول، على امريكا، على اوروبا، على الصين، على الهند، بما يعظم المصالح الأفريقية أولا ويجذب الاستثمارات. وبالتالي هذه السياسة المصرية الرشيدة الفاعلة النزيهة جعلت هناك نوع من الأهمية الاستراتيجية للقارة الأفريقية. هذا ما جعل الدول هناك تنافس شديد ما بين القوى الكبرى لبناء شركات مع أفريقيا، لمحاولة جذب أفريقيا سياسيا. في هذا الإطار هنا بيتم توظيف هذه السياسة الحيادية وعدم الانحياز في تعظيم المصالح، سواء على المستوى الاستراتيجي أو على المستوى الاقتصادي، في جذب الاستثمارات، بناء شركات، الاستفادة من كل المزايا النسبية للتجارب التنموية. مثلا دولة مثل روسيا لديها مزايا نسبية مهمة يمكن أن تستفيد بها أفريقيا في مجال الطاقة، الطاقة النووية، في مجال التعدين، في مجال النقل والمواصلات، في مجال طبعا يعني المجال العسكري والأمني، في مكافحة الإرهاب. يعني هناك مزايا زي مثل الصين، مثل اليابان، التكنولوجي، مثل أوروبا. وبالتالي هذه القمة هي بتعطي رسالة أن مصر ومع أفريقيا هي تعظم مفهوم منهج التعاون الدولي لصالح الجميع، الكل رابح رابح، أنه يمكن بناء علاقات قوية اقتصادية بين روسيا والدول الأفريقية، لأن العلاقات التجارية الحالية يعني لا تقارب يعني في حدود 20 مليار، ورقم ضعيف طبعا بالنسبة يعني 54 دولة أفريقية وقارة كبيرة وقارة مثل روسيا. على سبيل المثال بين الصين وأفريقيا حجم التبادل التجاري 250 مليار دولار، يعني وطبعا هناك تنافس شديد. وبالتالي هذه القمة تستهدف أمرين: الأمر الأول هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، هناك فرص كبيرة، وحتى العلاقات التجارية بين أفريقيا وروسيا
المفارقه ان نلاحظ ان مصر يعني تحتل ثلث هذه حجم التبادل التجاري. هي الشريك التجاري الاول لروسيا، الشريك الاول يعني ثلث التجاره مع مصر. ده بيعزز ايضا اهميه مصر كبوابه مدخل لافريقيا، وده دايما اللي بيخلي دايما الدول حريصه ان هي تنسق مع مصر فيما يتعلق بملف افريقيا تحديدا، سواء في الملف الاقتصادي والتجاري او الملف الامني او الملف السياسي، لان هي مصر هي طبعا هي الركيزه في هذا الامر. وبالتالي القمه بتستهدف استثمارات، تم تدشين منتدى التعاون الاقتصادي الصيني الروسي الافريقي في القمه الماضيه، وسيعقد قمه يعني لقاء مؤتمره الثاني في هذه القمه. هناك ايضا استثمارات روسيه يعني حوالي 40 مليار في دول افريقيه كثيره، سواء في مصر، في الجزائر، في دول مهمه. هناك ايضا فرص مهمه، يعني وزير الخارجيه الروسي زار افريقيا مرتين. بمعنى اخر، الاهميه الجيوسياسيه لافريقيا والتنافس الدولي من قبل القوى الكبرى دفع روسيا الى الانفتاح اكثر من على افريقيا، خاصه بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه وفرض عقوبات غربيه على روسيا. هناك يعني محاوله لعزل روسيا، حصارها. فروسيا بتعتبر ان افريقيا هي احد البدائل المهمه والمتنافسات. صحيح، اتجهت للقاره الافريقيه بكثافه كمان ايضا يا دكتور، تحديدا بعد فرض العقوبات عليها في 2014 تقريبا، بعد القرم. بالظبط. طيب، يمكن حضرتك اتكلمت عن دوافع الجانب الروسي للاتجاه الى قاره افريقيا، ودوافع تختلف ان كان من قبل روسيا، الصين، اليابان، حتى القمه الافريقيه اليابانيه، او حتى الولايات المتحده الامريكيه وغيرهم من اقطاب العالم. لكن لو اتكلمنا على الأحوال الأفريقية، يعني لا يخفى على الجميع الحال في السودان مؤخرا، النيجر، وحتى يمكن الانقسامات الداخلية الأفريقية. يعني فكرة هذا التقارب وهذه القمة في مثل هذا التوقيت من وجهة النظر الأفريقية، احنا كلمنا يمكن عن وجهة النظر الروسية، وجهة النظر الأفريقية يا فندم. يعني افريقيا، نتكلم عن افريقيا ليس ككتله واحده، يعني ليست دوله واحده، 54 دول مختلفه طبعا في يعني في نظامها السياسي والاقتصادي وفي مستوى التطور ومستوى التنميه. لكن النقطه الاهم هنا جمانة هو ان هنا الرؤيه المصريه، فكره ان افريقيا فيها يعني مساران للتحرر، مسار مواجهه التحديات، الارهاب، الهجره غير المشروعه، تكفيف بيئه الفقر، ده وانهاء الحروب والصراعات، لان ده الاساس عشان تحقق تنميه في افريقيا. لا يمكن تحقيق تنميه في افريقيا وتوظيف مواردها طالما استمر الارهاب والصراع والحروب الاهليه في السودان، في تشاد، في افريقيا الوسطى، في دول الساحل والصحراء. وبالتالي هنا الفكره الاساسيه حتى تعظم الاستفاده من الشراكات مع القوى الكبرى مثل روسيا او غيرها من القوى، لابد من تهيئه البيئه الافريقيه لجذب هذه الاستثمارات. بمعنى لابد من انهاء التحديات المختلفه، تسويه الحروب والصراعات، الازمات المختلفه، حتى يمكن، لان يمكن لا يمكن تحقيق الاستثمار او التنميه في ظل بيئه صراعيه في افريقيا، بظل فيها ارهاب. ولذلك كانت الرؤيه المصريه ان فكره العمل على مواجهه هذه المشكلات بشكل كحزمه واحده، الارهاب، الهجره غير المشروعه، بيئه الفقر، هذه البيئه الطارده للسكان، وبيئة أيضا مستمرة معاق لعملية التنمية. وبالتالي أنت هنا في الوقت الذي تجذب فيه استثمارات خارجية، شراكات مع القوى الكبرى مثل روسيا ولديها مزايا مهمة، روسيا طبعا للدول الأفريقية في مجال الطاقة، في مجال التعدين، في مجالات مختلفة طبعا اقتصادية، ويعني لديها دولة يعني صناعية مهمة. أفريقيا أيضا عليها أن تهيئ نفسها الأرضية الأفريقية للتعامل والاستفادة القصوى من هذه الشراكات مع الدول الأفريقية. هنا التحرك المصري في إطار تسويه تكفيف بيئه الصراعات، تسويه الازمات. ونرجع برضو نتكلم عن دايما المفهوم المصري المعروف اللي هو الدوله الوطنيه. لا يمكن الحديث عن تحقيق تنميه في ظل وجود ميليشيات مسلحه، في ظل وجود حاله سيوله، في ظل غياب هشاشه الدوله في افريقيا. دول في افريقيا كثيره تعاني من ازمات، تعاني من مشكلات، وبالتالي حتى تستطيع افريقيا ان تتعامل مع العالم الخارجي، لان هناك الان اقبال على افريقيا، وهذا الاقبال لكي يكون لصالح افريقيا وليس العكس، لصالح هذه الدول بالاساس، لابد ان دول افريقيا تكون لديها رؤيه موحده، لديها توافق سواء في الاتحاد الافريقي او فيما يتعلق بكيفيه الاستفاده والتعامل مع القوى الكبرى. صحيح افريقيا سياسيا بدات يعني تتبنى سياسه الحد الايجابي وتستفيد من حاله الاستقطاب في الدوله او حاله التعدديه في النظام الدولي، وافريقيا مع نظام دولي اكثر تعدديا، وهذا برضو احد تفسيرات لماذا هناك يعني انفتاح افريقيا على روسيا مثل الصين، لان التجربه اثبتت ان الاحاديه القطبيه التي سادت في العقود الثلاثه الماضيه بقياده امريكا ادت الى عسكره العلاقات الدوليه واضطراب العلاقات الدوليه، ارهاب وتدخلات واسقاط نظم وتحت شعارات ديمقراطيه. وبالتالي هناك مصلحه افريقيه في وجود تعدد قطبي، وجود روسيا، وجود الصين، وجود قوى اتحاد اوروبي قوي، هذا بيعمل توازن في العلاقات الدوليه. طبعا بكل تاكيد. وبالتالي افريقيا يمكن ان تستفيد من روسيا في مزايا عديده، مزايا اقتصاديه، في مزايا مكافحه الارهاب، في مزايا الامنيه والسلاح،
في مزايا استراتيجية أيضا. تقارب أمريكا أفريقيا مع روسيا بيدفع أيضا دول أخرى المزيد من التقارب مع أفريقيا. يعني الذي دفع أمريكا العقد قمة أمريكية أفريقية في ديسمبر الماضي هو التقارب الصيني مع أفريقيا. يعني هناك فراغات، وبالتالي هنا يمكن لأفريقيا أن تعظم من هذه المساحة وتتحول من منطقة مصدرة للصراعات والإرهاب والهجرة غير مشروعة والحروب والأزمات والفقر وكل هذا، تتحول إلى منطقة مزدهرة اقتصاديا، لأن كل المؤشرات تقول أن بعد التعافي الاقتصادي أو التعافي الاقتصادي لن يتحقق إلا عبر أفريقيا. أفريقيا قارة بكر، قارة بها موارد ضخمة، ويطلق عليها سلة غذاء العالم، يعني غذاء العالم بها مليار وثلاثة من عشرة من الناس. وبالتالي أحد جزء من الهدف القمة هو تعظيم المصالح الأفريقية من خلال بناء شراكة قوية مع روسيا. هذا المسار بيسير مع المسار الآخر وهو المسار العلاقات المصرية الروسية بالطبع، وهي مسار علاقات مهمة بكل تأكيد ده إعمالا بمبدأ الاستقرار الداخلي زي ما حضرتك قلت، ويمكن الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى الدولية وبناء شراكات معهم. وبالتالي بالنسبة للقارة الأفريقية أولا يجب أن يسود الاستقرار الداخلي بالنسبة للدول الأفريقية، وأيضا أعتقد فكرة التوافقات الأفريقية الأفريقية حتى لا تقع تحت طائلة مبدأ فرق تسد. صحيح. اللي يمكن تبعناها على مدار التاريخ، والتاريخ دائما ما يكرر نفسه. دكتور أحمد، هنتكلم عن المخرجات المتوقعة من هذه القمة وأيضا الملفات المطروحة من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن كمان تبعنا لقاء سيادته بالرئيس الروسي كمان فلاديمير بوتين أمس. هنتكلم عن كل هذه التفاصيل لكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي حوارنا عن القمة الروسية الإفريقية. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنتكلم معاكم عن أهمية القمة الروسية الأفريقية ووصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لسان بيترسبرغ لحضور هذه القمة ولقائه أيضا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولقائنا مستمر مع الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بالأهرام. دكتور، مرة ثانية يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أهمية الأهمية المشتركة ما بين روسيا وأفريقيا وأفريقيا وروسيا وأهمية القطبين لبعض. خليني أعرف من حضرتك يعني رؤيتك للقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس فلاديمير بوتين، وأيضا أهم الملفات اللي هتطرحها مصر في هذه القمة. يعني بالطبع هذا اللقاء بيأتي في سياق ما نسميه خصوصية العلاقات المصرية الروسية. هي علاقات متميزة شهدت طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي. يعني أثناء زيارة الرئيس السيسي لروسيا في 2018 دشن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي. هي بتعكس مفهوم استراتيجي لأنها علاقات متشابكة على أبعاد مختلفة، يعني أبعاد سياسية، أبعاد اقتصادية، أبعاد ثقافية وعلمية، أبعاد أمنية وأبعاد عسكرية. يعني كما أشرنا روسيا حجم روسيا مصر هي الشريك التجاري الأكبر لروسيا في أفريقيا، يبقى هو بترس افريقيا. حجم الاستثمارات الروسيه في مصر كبير، هناك مشروعات يعني مشتركه في مشروع الضبع النووي ومحطه الضبع النووي والمنطقه الصناعيه، هناك استثمارات، هناك تعاون قديم حتى ايام الاتحاد السوفيتي السابق. مصر تتعامل ايضا مع روسيا من منظور تعظيم المصالح المصري. يعني هذه القمه عامه هي ايضا بتخدم على دبلوماسيه التنميه المصريه، لان الرئيس السيسي دائما بيوظف هذه القمم وهذه اللقاءات الدوليه في خدمه التنميه في الداخل. ماذا يعني هذا؟ بتعني دعم توظيف السياسة المصرية الرشيدة والقوية مع دول مثل روسيا وغيرها من الدول في دعم التنمية في الداخل، في جذب الاستثمارات الروسية في مصر، لأن مصر الآن هي من البيئات أو الجهات الواعدة اقتصادية. يعني تقرير الانكتاد الأخير اعتبر أن مصر هي أكثر الوجهات في أفريقيا جذبا للاستثمارات. ماذا يعني هذا؟ بيعني أن توظيف السياسة لخدمة الاقتصاد، توظيف بيئة مصر واستقرارها كان جايح برنامج اصلاح اقتصادي، كبيئه جاذبه للاستثمارات، مشروعات قوميه عملاقه يعني في المدن الجديده العالميين، العاصمه الاداريه، محور التنميه، في جذب الاستثمارات الاجنبيه ومنها الاستثمارات الروسيه. وبالتالي جزء من هذا اللقاء وهذه العلاقات هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المصري الروسي لصالح تعزيز التنميه في الداخل، بما يعود بنهايه المطاف على المواطن المصري، لان هناك مردود للسياسه الخارجيه المصريه تقوم على ليس فقط في الجانب السياسي وتعظيم دور مصر في إطار محيطها الإقليمي والدولي، ولكن أيضا فيما يتعلق بالدور المكمل هو الدور التنموي، تعزيز التنمية، لأن هذه الزيارات وهذه اللقاءات
هي بتعرض مزيد من الفرص في مصر، بتجذب مزيد من الاستثمارات المهمة، ستخلق فرص عمل وبالتالي تعود بالنفع على المواطن المصري في الداخل، وتفتح أفاق للأسواق والسلع المصرية في الخارج. دولة روسيا مثل روسيا دولة مهمة في النظام الاقتصادي الدولي، وبالتالي علاقات مهمة على المستوى الاستراتيجي. أيضا مصر أيضا الآن الدبلوماسية المصرية الفاعلة فيما يتعلق بالتعامل مع إدارة العلاقات الدولية، لأنك يعني هناك حالة استقطاب حادة في النظام الدولي تأثر بها كل الدول بما فيها الدول النامية، يعني الصراع الصيني الأمريكي والصراع الروسي الأمريكي على الأزمة الأوكرانية انعكس سلبا في قضايا مهمة تضررت بها إفريقيا ومصر، أمن الغذائي، التغيرات المناخية، لأن الآن إفريقيا الأكثر تضررا التغيرات المناخية، وبالتالي دائما تطرح مصر هناك قضيتين ستطرحهما مصر أو تركز عليهما في هذه القمة، قمة الأمن، قضية الأمن الغذائي وقضية مواجهة التغيرات المناخية، لأن هما الاثنين مرتبطين، لأن إفريقيا متضررة مع التصحر والجفاف وشح الأمطار ومع الانبعاثات الكربونيه من الدول الغنيه. هناك الان في النظام الدولي الدول غياب مفهوم العمل الجماعي، يعني كل دوله لديها انانيه، هناك صراعات، فرض سلاح العقوبات بين هذه الدول، وبالتالي الضحيه ولا يدفع الثمن، العالم كله يدفع لكن الدول الافريقيه لا تدفع الثمن، وبالتالي ستركز مصر على تعزيز مفهوم الامن الغذائي الافريقي. هنا اعتقد ان روسيا يعني ربما تكون لديها مبادرات مهمه طبعا فيما يتعلق بتزويد افريقيا بالحبوب او تعويض تعليق اتفاقات الحبوب التي يعني تم مع اوكرانيا، الحبوب الاوكرانيه. الامر الثاني ان روسيا لديها انفتاح كبير واستعداد كبير ايضا للتعاون مع افريقيا في المجال امن الطاقه. العلاقات المصريه الروسيه هي تسير بالتوازي مع دفاع مصر عن قضايا افريقيا في المحافل الدوليه، لان روسيا تمثل اهميه كبيره لمصر من ناحيه امنيه، من ناحيه عسكريه، من ناحيه النظام الدولي، مصر مع تعدد النظام مع تعدد القطبيه، من الناحيه الاقتصاديه هناك استثمارات روسيه كبيره ويعني مرشحه للزياده في الفتره المقبله. في المقابل مصر تمثل اهميه استراتيجيه لروسيا كمن ناحيه استراتيجيه، دوله مركزيه في الشرق الاوسط لديها دور اقليمي، بوابه افريقيا في المنطقه والشرق الاوسط في مواجهه تحديات الارهاب والهجره غير المشروعه وكل هذه التحديات مصر تقوم بدور فاعل ورائد فيها، وبالتالي استقرار المنطقه يمثل اهميه استراتيجيه لروسيا، لان الشرق الاوسط كافريقيا حقيقه يعني اصبح ساحه للصراع الدولي، يعني هناك صراع على النفوذ، يعني كل الدول تحاول كسب بناء علاقات مع منطقه الشرق الاوسط وتحديدا مع الدول المركزيه مصر، السعوديه، صحيح. الامارات، ايضا الحل في افريقيا، وهنا بالتالي ايضا نعود نشير الى فكره السياسه الحد الايجابي، ان مصر لديها علاقات قويه مع كل الدول، مع روسيا، مع امريكا، مع الصين، مع اليابان، لا تدخل في شراكة مع أحد ضد أحد أو تستبدل شراكة بشراكة مع بشراكة أخرى أو تدخل في استقطاب. مصر مع الانفتاح للجميع يعظم المصالح المصرية، جذب الاستثمارات، فتح أفاق. مصر بالعكس حياد إيجابي، حياد إيجابي بماذا يعني؟ يعني مصر تتحرك لتسوية الصراعات والحروب، يعني الأزمة الروسية الأوكرانية مصر وقفت على الحياد، ولكن ايضا بادرت ضمن وفد الجامعه العربيه من ناحيه وضمن المبادره الافريقيه الاخيره، صحيح، لحل الازمه الروسيه الاوكرانيه. ويعني انا اعتقادي ان موضوع الوسطه الافريقيه مره اخرى سيثار في هذه القمه، لان ربما لها ميزه ان افريقيا يعني منفتحه لكل لديها علاقات قويه مع طرفي الازمه سواء روسيا او اوكرانيا او حتى مع الاطراف التي تدعم هذه الدول، يعني مع امريكا والغرب الذي يدعم اوكرانيا. وايضا المبادره الافريقيه يعني هي تقوم على يعني كقواعد القانون الدولي، ويعني هناك روسيا اعلنت انفتاحها، لكن تظل المشكله هو ايضا في الموقف الغربي الذي يعني واضح الان انه يراهن او ما زال يراهن على الحل العسكري، يعني بيدعم اوكرانيا عسكريا، صحيح، بما يعني اطاله امد الحرب، وبالتالي يعني لا يمكن الحديث او يعني غياب عن اي مبادرات للسلام. لكن على الاقل هذه القمه مهمه سواء في تعظيم المصالح المصريه الروسيه وهي علاقات قويه ومتميزه ومهمه، او فيما يتعلق به تعزيز قضايا افريقيا خاصه قضيه الامن الغذائي والتغيرات المناخيه ومواجهه ازمات والارهاب والهجره غير المشروعه والصراعات في القاره الافريقيه. طيب دكتور، بما ان حضرتك تحدثت عن الجانب الغربي وبنتكلم عن محاوله استقطاب الدول الكبرى او القوى الكبرى للقاره الافريقيه، كيف ينظر الغرب لهذه القمه الافريقيه الروسيه؟ يعني طبعا الغرب وامريكا تحديدا بتنظر بعين الربا يعني شويه الى القمه دي، يعني كان هناك ضغوط حقيقه في خلال الايام الماضيه على الدول الافريقيه لعدم حضور القمه، صحيح، وطبعا يعني انا في اعتقادي ان الحضور بيعطي رساله ان الدول الافريقيه لديها استقلاليه، يعني ليست ملزمه بتبني سياسات دول كبرى تدخل في صراعات لصالح اجندات خاصه بمصالحها،
يعني الأزمة الأوروبية الأوكرانية الصراعات انهكتها أيضا يعني وانهكتها وهي متضررة من هذه الصراعات. يعني الدول الأفريقية عامة متضررة من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية سواء في الأمن الغذائي أو في غيرها من المجالات. الأمر الثاني أن الدول الغربية عليها يعني أن تتحمل ثمن عسكرة العلاقات الدولية. يعني إشعال الأزمة تشعل الأزمات، إشعالت أزمة أوكرانيا وهناك الآن محاولة لإشعال بؤرة في شرق آسيا في تايوان الذي سيدفع الثمن أيضا للاقتصاد العالمي والدول الأفريقية. وبالتالي حضورها بيعطي رسالة أن الدول الأفريقية لا يعني ليست تابعة لأحد ولا تتبع سياسات أحد، يتعظم مصالحها، مصالحها مع أمريكا، مصالحها مع روسيا، وأن تقاربها مع روسيا الرسالة الثانية ليس أو ضد موجه ضد تقاربها أو مصالحها مع دول أخرى مثل أمريكا أو أوروبا، وإنما أفريقيا منفتحة للجميع. وهي نفس السياسة هي السياسة المصرية، فكرة الانفتاح للجميع، تعظيم العمل الجماعي الدولي، لأن الاستقطاب والصراع وبهذه البيئات في النهاية تولد الدمار، تعيق التنمية، تولد الكراهية، تولد يعني في النهاية تكلفة الحروب والصراعات تكلفة أعلى، بينما طبعا تكلفة السلام والاستقرار والتعاون هو الأفضل البشري، خاصة جمانة أن العالم لا يحتمل أزمات جديدة. العالم واجه أزمتين كبيرتين، أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية طبعا. ويعني هذا انعكس في كل الدول، تدفع الثمن في أوروبا ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ارتفاع التضخم، وبالتالي التماهي أو التقارب مع هذه الدول الكبرى ومحاولة الزج بالدول الأفريقية في استقطاب دولة أو صراعات وفي النهاية لن يخدم هذه الدول وسيؤدي إلى مزيد من الأزمات التي سيدفع ثمنها أيضا الشعوب في هذه الدول في الشعوب الأفريقية. وبالتالي الغرب هو يحاول أن يستقطب الدول الأفريقية أو محاولة عزل روسيا، لكن الدول الأفريقية كمان يعني هي تتحرك برشادة، وأعتقد هذا يعني هنا الرؤية المصرية بتبرز بأهمية كبيرة يعني، وهذا في المقابل بيعطي أهمية استراتيجية لها، يعني استقلالية في القرار والاستقلالية والانفتاح مع كل الدول وبناء شراكات في إطار الحياد، هذا بيعطي أهمية استراتيجية وبيجعل هذه الدول ميزة تتنافس تنافسية أيضا التنافسية. يعني يتسابق إليها زي ما كنا بنتكلم القوة الدولية المختلفة. على أي حال حديثنا مستمر مع حضرتك يا دكتور، ولكن خلينا نروح لزميلنا أحمد عبد الصمد الموجود دلوقتي معانا من سان بيترسبرغ لنقل ما يحدث ويدور ومستجدات القمة الروسية الأفريقية. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيتابعونا في صباح الخير يا مصر من مدينة سان بطرسبرغ، حيث مقر انعقاد القمة الروسية الإفريقية في نسختها الثانية. نتحدث عن قمة يا جمانة تنطلق هذا العام تحت شعار شراكة من أجل عالم متعدد الأقطاب. يعني اليوم هو البداية الفعلية لهذه القمة التي من المفترض أن تنطلق في غضون الساعة أو الساعة ونصف تقريبا بوصول القادة والزعماء والوفود المشاركة في هذه القمة. نتحدث عن أكثر من 54 وفد من الوفود الإفريقية والممثل في قادة أو زعماء أو رؤساء وزراء للدول الإفريقية. ربما من أهم الملفات، وكما كنت يعني أسمع ضيفك الكريم منذ قليل كان يتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفتها من تداعيات، أهم هذه التداعيات أزمة الغذاء تحديداً، لذلك هو من أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش في هذه القمة الأمن الغذائي، وكيف سوف توفي روسيا بتعهداتها تجاه الدول الإفريقية في توريد الحبوب والغذاء ومتطلبات الأمن الغذائي في القارة السمراء تحديدا. وربما ذلك يتزامن جمانة مع انسحاب روسيا من صفقة الحبوب أو اتفاقية الحبوب، هذه الاتفاقية أو هذا الانسحاب الذي يتضرر منه في المقدمة القارة السمراء، كل دول القارة السمراء ولا نستثني أحد هنا، لأن كما نعلم ربما يعني روسيا هي من أهم الدول الموردة للحبوب تحديدا. فإذا ملف الأمن الغذائي من أهم الملفات التي سوف تناقش وتطرح على طاولة النقاش. كما قلت لك سوف تبدأ هذه القمة بوصول القادة ثم الصورة التذكارية ثم انطلاق المنتدى الروسي الاقتصادي الإنساني الإفريقي الذي يعقد على هامش هذه القمة. هذا يعني المنتدى الذي سوف يناقش العديد من التداعيات الاقتصادية والبعد الإنساني لها، وبطبيعة الحال سوف نجد
أن تعهدات توريد القمح العادل سوف تكون مدرجة على هذه القمة الاقتصادية الإنسانية تحديدا، ثم يعني يتم اجتماع روسي بالجانب الروسي مع تكتل أو يعني تكتل نبات تحديدا الذي يرأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالأمس كان هناك اجتماع ثنائي ما بين الرئيس المصري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. ربما جمانة يعني دلالة قوة ومتانة العلاقات ما بين البلدين وما بين الزعيمين أيضا بأن الرئيس الروسي لم يلتقي بأحد بالأمس سوى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعكس عمق العلاقات وقوة ومتانة هذه العلاقات ما بين شخص السيد الرئيس ونظيره الروسي. وكما نعلم أن كانت هناك علاقات صداقة قوية ما بين الرئيس ونظيره حينما كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشغل منصب وزير الدفاع حتى عام 2014، وكيف انحازت روسيا ودعمت الثورة المصرية التي طالب بها الشعب في 30 يونيو تحديدا. إذا نتحدث عن علاقات قوية، وهو ما أكد عليه بوتين خلال لقائه بالرئيس بالأمس بأن مصر يعني عززت علاقاتها مع روسيا وروسيا عززت علاقاتها مع مصر لمستوى غير مسبوق من قبل. وأكد بوتين بأن اتفاقية أو جدول أعمال تنفيذ محول الضبعة النووي يتم وفقا للتعهدات الزمنية المدرجة في هذه الاتفاقية تحديدا، والتي تعكس اهتمام روسيا بإفريقيا بشكل عام وبالأخص مصر في يعني البنية التحتية الكهربائية تحديدا. وأيضا هناك تفعيل للاستراتيجية الشكل الاستراتيجي للعلاقات ما بين مصر من خلال ما تم تنفيذه بمحطة أو بالمنطقة اللوجستية الصناعية في قناة السويس، هذه المنطقة الصناعية الروسية التي يقوم بها عدد من رجال الأعمال. كل هذه العلاقات يعني علاقات تعكس مدى يعني اهتمام روسيا بالجانب المصري، وروسيا تعلم جيدا بأن مصر هي بوابة العبور لإفريقيا. ونعلم أن روسيا الآن يعني لديها استمالة كبيرة لدى الجانب الإفريقي بعد القيود التي فرضت عليها جراء الحرب الروسية الأوكرانية من دول الغرب، وبالتالي روسيا لديها باع طويل في القارة الإفريقية، وهي تبني على ذلك الباع الذي أسس ورسخ له الاتحاد السوفيتي في دعم حركات التحرر الموجودة في القارة السمراء. وكانت مصر أيضا مؤيدة لهذه الحركات التحررية لدعم استقلال دول كثيرة من الاستعمار البريطاني وغيره، وكانت مصر تدعم ذلك الدول بدعم روسي أيضا. إذن روسيا موجودة بالفعل في قلب القارة السمراء، تحديات كثيرة جمانة، كما نعلم بأن هذه القمة تعقد كل 3 سنوات، وكانت النسخة الأولى لها في سوتشي في 2019، وكان يترأس الجلسة الافتتاحية الرئيس الروسي وبجواره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كونه رئيس الاتحاد الإفريقي في 2019. وبالأمس شكر الرئيس فلاديمير بوتين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه لولاه في 2019 لما كان لهذه القمة أن تخرج للنور، ولما كان لهذا التعاون الثنائي المثمر الذي يعود بالخير والنماء والرخاء على شعوب يعني دول القارة والشعوب الروسية أيضا. نتحدث أيضا عن ملف في غاية الأهمية لم يكن مدرج على طاولة النقاش في 2019، ولكن المتغيرات الجيوسياسية والمتغيرات الإقليمية والدولية فرضته، هو ملف الرعاية الصحية جمانة، لأن قمة سوتشي لم يكن هناك وباء كورونا، وهو وباء ضرب العالم كله بعد هذه القمة تحديدا وخلف تحديات كثيرة في مجال الصحة. لذلك هذا الملف من الملفات الهامة التي تنعقد وتناقش في اجتماعات القادة اليوم. نتحدث أيضا عن التكنولوجيا، ونتحدث عن عالم متعدد الأقطاب يبني سياسة اقتصادية وسياسة دولية عادلة ما بين الدول بعضها ببعض. نتحدث عن ملف دعم وتمكين المرأة والثقافة والإعلام والرياضة، كون هذه المجالات التي نطلق عليها القوى الناعمة، كون هذه المجالات هي مجالات تحقق نوع من أنواع الصداقة المتينة ما بين الشعوب.
طبعا زميل عزيز احمد عبد الصمد بنشكرك جزيل الشكر، والصوره تتحدث عن نفسها، والحقيقه واضح انه التغير المناخي والقبه الحراريه طالت سان بيترسبرغ ايضا كما هو واضح يعني في الصوره. بنشكرك جزيل الشكر، وطبعا احنا هنرجع لك مره ثانيه على مدار اليوم لمتابعه مخرجات وفعاليات اليوم الاول لقمه الروسيه الافريقيه. بنشكرك جزيل الشكر احمد عبد الصمد موفد القناه الاولى الى سان بيترسبرغ روسيا. وكلامنا مستمر مع دكتور احمد سيد احمد. كان احمد عبد الصمد زميل عزيز ذكر نقطه مهمه جدا، وهي فكره انه رئيس روسي فلاديمير بوتين لم يلتقي احد الا رئيس عبد الفتاح السيسي امس. ده صحيح، واضاف كمان ان هو شكر الرئيس السيسي على تدشين القمه الروسيه الافريقيه في عهد في ظل رئاسه مصر الاتحاد الافريقي في 2019. هي طبعا بتعكس لها مغزى ورساله ان مصر دوله محوريه سواء في افريقيا او في الشرق الاوسط، وان اي دوله كبرى يعني تدرك الرساله جيدا انه لا يمكن بناء شراكات مع قاره افريقيا او مدخل افريقيا او المفتاح لافريقيا الا عبر المرور مع مصر، يعني سواء سياسيا او اقتصاديا او علميا او ثقافيا. وبالتالي هي بتعكس خصوصيه، هناك علاقات متميزه، القمه ستمثل مخرجات مهمه في دعم العلاقات المصريه الروسيه وفي دعم العلاقات الروسيه الافريقيه. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه بالاهرام، بشكرك على قراءتك لكل هذه النقاط وايضا ايضاحاتك لنا عليها، بشكرك جزيل الشكر، نورتنا في صباح الخير. شكرا يا جماعه، شكرا. شادي بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنت مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. صباح الخير يا مصر، هيكون معاكم بكره في نفس الميعاد من الساعه 7 للساعه 10 صباحا. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.